مساء الخير. أكثر من 18 ضريبة جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب تطال الفقراء في لبنان، وهيك بتكون الدولة عم تعطي الزيادة بالإيد وعم تاخذ من الناس بالإيد الثانية. بالمقابل هدر وفساد ومصاريف ممكن الاستغناء عنا ومنا، بدلات إيجار مباني حكومية، وهيدا أبسط شي فينا نقوله، إغفال القيمة الحقيقية للأملاك البحرية، عائدات المرفأ وغيرها وغيرها، وضبط مزاريب الهدر إذا فيهم يضبطوا هالمزاريب هيدي. وبهالوقت يبدو أن الاقتراب من صندوق تعاضد القضاة لن يمر مرور الكرام، فالسلطة القضائية بدها تدافع عن حقوقها، وهي بتعرف أكثر من غيرها كيف ومين عم ينهب أموال الدولة، وأنه طريق تمويل السلسلة يمر من ضبط السرقات والهدر وليس عبر صندوق تعاضد القضاة. وللأسف بفقرة أخرى، فإن الذكاء اللبناني المعترف فيه دولياً لا يسخر لخدمة إصلاح البلد. أين لبنان في مرتبة الذكاء؟ عنوان فقرة أيضاً بحلقتنا. وبالحلقة أيضاً فقرة عن قضية ابتزاز ضد مراهقين عبر الإنترنت كشفتها القوى الأمنية، فماذا تقول إحدى ضحايا هذا الابتزاز البشع؟ ودفاعاً عن ما تبقى من لبنان الأخضر، صرخة لوقف مجزرة الحرائق السنوية. نبدأ الحلقة بمعرفة شو في عنا فقرات قبل ما يكون في إلنا اتصال خاص ومباشر مع النائب العام المالي النائب القاضي علي إبراهيم. ليلى بعلم خبر. الضرائب من الحل؟ هل الأبنية الحكومية المستأجرة كفيلة بتمويل السلسلة؟ الابتزاز الجنسي للمراهقين عم بيزيد، كيف منحمي ولادنا؟ الجامعة اللبنانية بين الاتهامات والمحسوبيات، شو رح يقول رئيس الجامعة للام تي في؟ لبنان عم بيصدر أدمغة، ليش تصنيفه بالذكاء طلع بالمرتبة 100؟ وبالحلقة كمان جوع الحرايق ما عم يرحم الغابات، وكل سنة الكارثة أكبر من سنة. بهالحلقة وقبل ما نستقبل ضيوفنا، معنا باتصال القاضي علي إبراهيم النائب العام المالي، لأنه هالقضية استجدت أيضا وستدرج ضمن سلسلة الحقوق التي يطالب بها المواطنون اللبنانيون بكل شرائحهم الوظيفية والاجتماعية. ولكن أن نقول سلطة قضائية يعني سلطة قضائية وليس وظائف عادية ويجب أن تتدخل فيها السلطة السياسية. مساء الخير سعادة النائب العام. مسيك بالخير ست غادة. مسيك بالخير. يعني الاستنكار أن تتدخل السلطة السياسية مجددا بهذا الشكل بالسلطة القضائية، هو أنه السلطة القضائية هي سلطة قائمة بحد ذاتها، وهي التي يجب أن يعني هي أنه اللي لازم توضع قوانين لنفسها وأن يتم الحفاظ على استقلالية معينة مالية لإلها. شو ردك بهذا الإطار؟ أول شيء مسيتي مساء النور مسي المشاهدين، وبقول لحضرتك في مبدأ دستوري بلبنان خاصة على الدستور، هو توازن السلطات وتعاون السلطات. نعم، نحن أمام هالتوازن والتعاون، يجب أن يكون هناك نوع من التناغم بين السلطات يسمح بهذا التوازن دون أن يكون هناك تخطي أو أن تكون سلطة طاغية على سلطة ثانية في هذه السلطات الثلاثة. نحن أمام يعني بكل أسف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، نحن أمام هدر لحقوق السلطة القضائية بشكل واضح، وذلك في الدخول إلى صندوق تعاضد القضاة، لأنه هذا الصندوق يؤمن كرامة القضاء ويؤمن، دائما بستعمل عبارة بستر وجه القاضي وبأمن له هذا الهدوء والسكينة في حياته من ناحية التعليم أو من ناحية الاستشفاء والطبابة. نعم نعم. حضرة القاضي، اليوم نحن عم نحكي عن صندوق تعاضد قضاة، هل فيك تعطينا فكرة كيف يعني يمول هيدا الصندوق؟ يعني منه كله ممول من الدولة، ويمكن في أموال بتدخل على هالصندوق وبترجع كمان، هو بيعطي الدولة بمطرح، إذا فيك تفسر لنا لو سمحت. نعم، نحن أول شيء من حيث العطاءات، نحن صندوق تعاضد القضاة يؤمن استشفاء القاضي وطبابته وتعليم أولاده
والأدوية له، وهناك مساعدات اجتماعية يعني في بعض الأوضاع معاشهم ما بكفيهم، بيقدموا مساعدات اجتماعية، بيطلبوا مساعدة اجتماعية 300 و400 ألف أنه ليكفي شهرهم. لو سمحت ما زال عم نحكي بالمعاشات، هل فيك تعطينا حد الأدنى لرواتب القضاة والحد الأعلى؟ يبدأ القاضي ب4,100,000 وعندما بالدرجة الأولى عندما يتخرج مع الدروس القضائية. هيدي بعد بعد تظبيط المعاشات هلأ مؤخرا. مزبوط. نعم. بكم سنة؟ مؤخرا من 6 سنوات. نعم. ست غادة مش نعم. هلأ يعني. نعم. بضيف انه وهذا في درجه كل سنتين بياخذها القاضي، قيمه هالدرجه هي 200,000 ليره. نعم. بيوصل لقديش بيوصل بيكون زاد معاشه هالقد، ما بيتجاوز الحد الاعلى حد لمعاش القاضي اكثر من 9 ملايين. نعم. وشوي. نعم. هذا الحد الاقصى عندما بتخرج يعني اعلى قاضي باعلى درجه بيوصل. قديش بتساهم الدوله بالصندوق؟ صندوق قضاء القضاة بتقدم الدولة حوالي 9,700,000,000 سنويا. نعم. سنويا، لكن بدي أوضح للمشاهدين ولا حضرة السرادة أنه صندوق تعادل القضاة موظفي صندوق تعادل القضاة اللي بياخذوا معاشاتهم من صندوق التعادل، هن أحد المهمات هي أنه يحصلوا محاضر ضبط والغرامات. نعم. على محاضر الضبط السير والغرامات نصف تقريبا نصف هذا المبلغ بيدخل على صندوق التعاضد والاقساط ونصف الاخر الى الدوله اللبنانيه الى الخزينه العامه. نعم. يعني صندوق التعاضد صحيح عم بياخذ من الدوله، لكن هو بحد ذاته يعيد الى الدوله مبالغ تصل الى يعني يتجاوز 12 مليار ليره سنويا. نعم. حضرة القاضي اليوم أنتم أمام يعني إذا فينا نقول إذا جاز التعبير، هل هناك ستكون معركة حقوقية بين السلطة القضائية والسلطة السياسية؟ حتى بالنهاية في قضاء بده يحكم إذا بدنا نقول بشورى الدولة، وين رايح الأمور بنظرك؟ نحن بستنا بالآخر نحن قضاة نحاول أن نحافظ على حقوق، وبنفس الوقت نحن نمارس كل تحركاتنا ضمن إطار أننا سلطة. نعم. وبالتالي كيفية نتعاطى مع هذه المسألة بكل مسؤولية وبكل تحمل لهذه المسؤولية، بمعنى أنه لا يمكن أن نتعاطى مع هذه الأزمة كأننا مثل باقي الناس. لا، نحن ما نتعاطى مع الأزمة مثل باقي الناس، نحن السلطة. عاد هيك ما سمينا أنه إضراب، سميناه اعتكاف. اعتكاف مش عن كل الاعمال، لانه كمان نحن بنشعر نحن مسؤولين ونحن بنتحمل مسؤوليتنا لاقصى حدود. نعم. هيك كل مرحله من المراحل وبنشوف شو الواجب انه يتخذ من تدابير، لكن نحن بالوقت اللي في يعني اتخذ هالقرار بالاعتكاف، مجلس القضاء الاعلى اللي اخذ هالقرار هو على اتصال و اخذ مواعيد من فخامه رئيس الجمهوريه، شافوا دوله رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه غري. نعم. وينتظرون موعد من دوله الرئيس سعد الحريري عندما يعود من السفر ان شاء الله، وعلى ضوء هذه الاتصالات نتخذ القرار المناسب بخطوات القادمه. ونحن يعني الحكم رح يكون قضاء بالنهايه يعني ضد السلطه. يعني ما بدنا نقول ضد، بس بمخاصمه السلطه باي قرار في شورى الدوله، يعني رح يكون القضاء هو اللي بيحكم بالنهايه. بدي اوضح هالفكره. نعم تفضل. القانون اللي صدر نعم لا يطعن به امام مجلس شورى الدوله، هذا القانون الذي صدر يطعن فيه امام المجلس الدستوري. نعم. نعم نعم، يعني المجلس الدستوري هو بيقول بدستورية هذا القانون او عدم دستورية هذا القانون، وهذا الامر لم يبحث به ولا يعني انتم هون اذا بدنا نحكي مجلس دستوري، يعني انتم عم تاخذوا الامور انه هي قانون مجلس نواب، يعني مش قرار حكومه. نعم. صحيح. لو قرار حكومة كنا منروح على شورى الدولة. رئيس اليوم انه مثل ما حضرتك قلت انه القضاة مش مثل غيرهم انه بالحق بموضوع الحقوق، انه اليوم اذا القاضي ما قدر اخذ حقه، كيف المواطن بعد بده يتأمل انه القضاء يوما ما سيستطيع ان يحاسب السلطة القضائية؟ يعني يا ست غادة بقول لحضرتك ان هدم القضاء أو المساس في القضاء يؤدي إلى هدم الوطن والمساس في الوطن. هل تعتبر أنه هيك قرار هو يعني بمثابة تكبيل أكثر للسلطة القضائية بالوقت اللي تعلو الأصوات
وكل يعني المطالبين باستقلالية السلطة القضائية عم بيطالبوا بالمزيد من أو بقانون جديد للاستقلالية. على الأقل ستنا بهذا الأمر يشكل انتقاصا من حقوق السلطة القضائية. نعم، هل عم شعرتم بالظلم حضرة القاضي؟ عادة المواطن العادي بيشعر بالظلم، هل شعرتم بالظلم إذا هيدا القرار اللي صدر؟ يمكن أكثر هلأ حسيته أكثر مع الناس اللي بالشارع اللي عم بيطالبوا بحقوقهم. نحن أول شيء من هالناس، ونحن ناس مواطنين عاديين قبل ما نكون قضاة. نعم. ومسألة الظلم وعدم الظلم هو أول شخص بيشعر فيه هو القاضي، لأنه كل يوم بكل ملف وبكل قضية هو يحاذر أن يقع في الظلم ودائما يسعى الى احقاق الحق. حضرتك بتشعر فيه كثير لانه كمان الملفات الدقيقه اللي بين ايديك، يعطيك العافيه، يعني شو بدنا نعمل؟ الله يمكن بتثبت اكثر قديش في عندنا مصادر لتمويل هيدي السلسله غير المصادر اللي صح. عم بيروحوا عليها بهيدا الاستسهال. يبقى في تمني من وسائل الاعلام انه تكونوا اكثر رحمه باحكام المطبوعات اللي هي بتمول كمان صندوق التعاضد، شو رايك؟ اول شيء احكام المطبوعات ما لنا عليها، ما بتمول ما بتموقف لا ابدا ولا شيء بيطلع عنه. وليش في ليش في هيك العالم بيفكروا نفس هالكلام؟ يعني أبداً ليش في هالحكي؟ احنا ما بيطلع لنا ولا قرش من احكام المطبوعات ابدا. بقوه القانون. نعم. قوتكم احنا ما لنا علاقه فيها. في شيء متعلق بالحريات، هذه الحريات هي المتنفس، هي الهواء الذي نتنفس فيه في نعم. منه في هذا الوطن. الحريه هي اساس، انعدام الحريه انعدام للبلد. نعم. وقت نحن نتعدى على الحريات، اي حريه كانت ممنوع، يؤدي ذلك الى فقدان قيمه الحقيقيه لما يسمى وطننا لبنان. لكن لا يمكن الدمج او الخلط بين الحريه والفوضى. طبعا يجب ان تكون هذه الحريه حريه محدوده ومضبوطه ولها قواعد، وكل الناس باي سلوك في 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 يعني مضبطه طبعا. سلوك قد يكون قانونية وقد تكون منعا، لأنه طبعا حرية ما تأذي الآخرين يعني، وتكون بدون شك. أنا بدي أشكرك حضرة القاضي، هل بتحب تضيف أي شيء بهذا الإطار؟ أنا بتمنى لك التوفيق. أنا بشكرك جدا ست غادة، وأنا هيني بالخدمة وإن شاء الله. شكرا لك. وأيضا الإعلام إلى جانب القضاء إذا كانت في قضايا محقة. رح نشوف سوا التقرير ونرجع منستقبل ضيوفنا لمتابعة موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب. رح نحكي أكثر ونفصل أكثر بعض الضرائب التي تطال الفقراء مع الدكتور جاسم عجي، أو مع ضيفنا أيضا الدكتور دوري ضو بعد هيدا التقرير. سنوياً ومن جيبة خزينة الدولة، يعني بصورة غير مباشرة جيبتنا، بيتم دفع 200 مليار ليرة بدل أجارات لمباني حكومية ورسمية. وبهالتقرير منقوم بجولة على كلفة أجار بعض هالمباني، ومنبدأ مع رئاسة مجلس الوزراء، والكلفة 300 مليون ليرة سنوياً. ديوان المحاسبة 1.160 مليار ليرة. مجلس الخدمة المدنية 565 مليون. التفتيش المركزي 1.118 مليار. الهيئة العليا للتأديب 30 مليون. إدارة الإحصاء المركزي 1.329 مليون. المديرية العامة لأمن الدولة 700 مليون. وزارة الخارجية والمغتربين 800 مليون. مبنى الإسكوا 7.11 مليار. المديرية العامة للمغتربين 549 مليون. وزارة العدل 624 مليون. المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين بوزارة الداخلية 224 مليون ليرة. المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 905 مليون. المديرية العامة للأمن العام 1.055 مليار. وزارة المالية 3.6 مليار ليرة. إدارة الجمارك 1.825 مليار. مديرية الشؤون العقارية 1.625
472 مليار، المديرية العامة للنقل البري والبحري 946 مليون، وزارة الاقتصاد والتجارة 937 مليون، وزارة الزراعة 1.190 مليار، وزارة العمل 820 مليون، وزارة الإعلام 40 مليون، وزارة الطاقة والمياه 150 مليون، المديرية العامة للنفط 290 مليون، وزارة الثقافة 670 مليون، وزارة البيئة 640 مليون، وزارة المهجرين قرابة المليار، وزارة الشباب والرياضة 355 مليون، وزارة الشؤون الاجتماعية 265 مليون، ووزارة الصناعة 496 مليون. هيدي عينة ومثل هالأرقام في بعد لائحة طويلة لإيجارات بتم معظمها لدوافع شخصية ومباني منها لا يستخدم لكن بعدها مستأجرة، ويبقى الحال شراء الدولة هالمباني بدل من الأجار أو حتى بناء مباني بالأراضي يلي بتملكها. بهالفقرة مثل ما قلنا بنستضيف بروفيسور جاسم عجاء، أهلا وسهلا فيك دكتور عجاء، وأيضا دكتور دوري ضو، أهلا وسهلا فيك قيادة بحزب سبعة، ويعطيكم العافية اليوم كنتوا بالشارع ولفتوا كمان بالمعارضة اللي عم بتخضوها. كنا رمزيا يعني، بس كنا رمزيا، نحن ما كنا عم نحشد نعم. اللي عنا، ولكن كنا لازم نكون بشكل رمزي نعم. لأن نحن وقفنا نطالب، صار عنا حديث ثاني نحن مع السلطة. هلا بنشوف شو هو الحديث الثاني. دكتور عجاء، شفنا بالتقرير يعني لنحكي عن ايجارات مباني حكوميه، يمكن هيدا ابسط شيء فينا نوفر فيه، ولكن كمان كان لافت هيدا هيدي الارقام كانت لافته، وفي كثير ارقام حكينا عنها كثير. اليوم خلينا نحكي انه ليه عم نعارض السلسله بالمنطق، يعني بالمنطق وبالارقام، مش انه لانه بدنا نعارض. في اكثر من 18 ضريبه جديده لتمويل سلسله الرتب والرواتب تطال الفقراء، فينا نعددهم شوي هيك بسرعه شو هن؟ اي اكيد، اول شيء في اهم شيء التي في ار زيدوها 1% صارت 11%، في رسوم على الطابع المالي السجل نعم. العدلي، كل فاتوره بدنا نقبضها هلا من الدوله شو ما كانت تكون الفاتوره، يعطونا فاتوره او شيء بدهم ياخذوا عليها كمان رسوم 1000 ليره نعم. في عندي رسم على الاسمنت، في على التبغ والتنبيك، في عندي رسوم لكتاب العدل كمان زيادة، في الرسوم على المغادرين برا ورسم للمغادرين عبر المطار، في عندي رسوم على المستوعبات بالمرفأ نعم. في عندي فرض غرامات على الأملاك البحرية، وهذا رح ناخد وقتنا نحكي نعم. فيه شوي، رسم على أرباح اليانصيب شركات الأموال، رسم عليهم فرض رسوم على عقود البيع العقارية، في عندي رسوم كمان على رخصة البناء أو إعادة البناء، في ضريبة الدخل كمان طلعت، وفي عندي ضريبة على الشركات الصغيرة والمصارف، في عندي ضريبة على الفوائد بالمصارف، وهذا رقم منه سهل 410 مليار ليرة، وفي عندي رسوم على استهلاك المشروبات على الفوائد للناس مش للفوائد المصارف يعني البعض لا هذه للودايع اللي موجوده بالمصارف، يعني الناس بدها تدفع كل فايدة، اكيد كل فايدة بتطلع يعني كل 100 دولار بيطلعوا لي مثلا فايدة، هلا صرت بدي ادفع عليهم 7%. طيب بالنسبة للمغادرين برا وبحرا قديش الرقم؟ لا في عندي 5000 ليرة برا وهديك 60000 ليرة. طيب هي 60000 ليرة يعني كيف 60000 ليرة يعني؟ لأن يعني الناس عم تشكي من غلاء تذكرة السفر. أكيد هلا هذه عامل رح يلجم كتير بنسبة كتير كبيرة القدوم، لأنه تعي فسري له للسائح الأجنبي إنه أنا رح تشتري التيكت تبعولي وفوق هيدا وكله بدك تدفع ضريبة تاكس بالمطار، ما رح يستوعبها كثير. التاكس للقادم وللرايح لللبناني وللاجنبي، بس يكون معك، ما هي انه اذا دفع مره مش رح يدفعها مره ثانيه، بس انه اوريدي يعني عم نحكي 40 يدفع. دولار كل ما حدا بده يغادر لبنان. بعتقد انه بتختلف، موصلين لحد ال 120 الف، لانه بتختلف بحسب حسب الكاتيجوري الكاتيجوري ايه. طب عنا اليوم عم يشكو الناس انه عنا تذاكر السفر انه هي الاغلى مزبوط بالعالم مزبوط. يعني شو رح يصير، وين بدها تصير الاسعار؟ انا بقول يعني حتى اعطي هيك، لانه حضرتك بلشتي بسؤال ست غادة وانا بشكرك عليه، نحن مناش ضد السلسلة، نحن ضد الضرائب اللي بترافق السلسلة، في فرق بين اثنين السلسلة نعم. هذه حق، وكل مرة كانوا يوعدون فيها وما يعطوني. هلا السلسله انعملت، السلسله هاي السنه مموله من الضرائب على المصارف يلي ربحوهم بواسطه الهندسه الماليه اللي عملها مصرف لبنان نعم. سنه الماضي، فاذا امويلها موجوده السلسله لهي السنه، المشكله من سنه الجايه وبتطلع سنه هلا هني حطوا هلا سله ضريبيه بتطال الفقراء
وسله ضريبيه بتضر الاقتصاد. عاده السياسات الحكوميه اللي موجوده اللي بتكون سياسات اقتصاديه هدفها الاساسي هو راحه المجتمع ومحاربه الفقر بالدرجه الاولى، شعار البنك الدولي محاربه الفقر. فاذا نحن عم نحط سياسه عم بتضر. هلا التي في ا بس التي في ا تعلى بدها تعلي كل شيء، كل شيء بيعلى معه. حتى البضائع اللي ما لها دخل ما لناش خاض على الضريبه على القيمه المضافه رح نشرح اكثر قبل ما نقول لعند دكتور دورش تعليقك على موضوع المس بصندوق تعاضد القضاة. هلا هذا الموضوع انا باعتقادي الشخصي في مشكله بين السلطه القضائيه وبين سلطتين. هلا حضرتك قلتي بقلب الحديث السلطه السياسيه، هدني سلطتين، في السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه. هلا مش عارفين مشكلتهم مع مين، شو رح يعملوا؟ ما هن ذاتهم يعني لما بنحكي تشريعيه وتنفيذيه ما هن ذاتهم بالمجلس النواب هن بيشرعوا هن كمان يعني معناتها انه في مشكله ما عندنا فريقين يعني حدا هالقد يعني بيعارض بالسلطة التشريعية فريق وبالسلطة التنفيذية فريق، هن فريق واحد. هذا اللي عم حاول لك اياه ست غادة. دويت على النقطة تقلك انه المشكل موجود هون انه ما في فرق بين، لانه السلطة التنفيذية هي اللي عم بتعين القضاء القضاة، وبذات الوقت مشكلتهم مع السلطة التشريعية يعني معناتها في تشابك. انا ما بعتقد انه رح يقدر يروحوا لبعيد لانه بالنتيجه رح يلبوا طلبات السلطه القضائيه. انا بعتقد رح يلبوا طلبات السلطه التنفيذيه يعني اللي سميتيها السلطه السياسيه. لا انا برايي مثل ما اجواء خلينا نشوف على كل حال بلكي التاريخ انه القضاة ما رح يتهاونوا بحقوقهم، بعدين القضاة بيعرفوا جيدا واكثر منا مأكدين من ملفات الفساد اللي عندهم، ويا ريت هن بيفتحوها كلها. كنا لازم هذا نساله كمان للقاضي ابراهيم، اذا بتروح هيدي الملفات على النهايه وبيسترجعوا الاموال اللي مسروقه او منهوبه يمكن بموله 10 سلاسل. اذا بتسمحي لي كلمه على صندوق التعاضد تبعولهم، هذا الصندوق عنده مهمه كمان ما بتنقل ما بتنزيع، بس هي موجوده هالمهمه اللي هي المحافظه على استقلاليتهم. طبعا لما القاضي بده يصير يمد ايده يعني معناتها فيت الفساد من البيت. طبعا فاذا هذا بحفظ لهم على كرامتهم بحفظ لهم على استقلاليتهم. لوين بدهم يروحوا انا ما بعتقد رح يقدروا يروحوا بعيد. دكتور داو اليوم كنتوا لفتوا كمان حضوركم يعني عم بتشاركوا مع احزاب معارضه، يمكن هالمشاركه بعدها مش يعني بعدها خجوله اذا فينا نقول يعني الاعداد اللي من الاحزاب المعارضه ومن الحركات المعارضه الجديده من الحراك المدني، هل انتم بتدخلوا باطار حراك مدني يعني؟ نحن اكيد ضمن حزب سبعه. طيب. ضمن هو رافع. ليش برايك انه الناس ما عم بتلبي؟ نحن اخترنا اول شيء مدام غاده نكون انه وجودنا فقط رمزي. ليش؟ لانه نحن صار لنا حديث ثاني اليوم مع السلطه، من بعد 40 سنه من طالب ومنقدم حلول ومنكون جماعه عم نقدم كمان خطط عمل وعم تنرفض، عم تنوضع بالادراج اوكي وبالجواري. شو هي خطط العمل قدمتوها وانرفضت؟ عدة خطوات قدمناها واخرهم كانت زيرو ويست اللي قدمها المهندس زياد ابي شاكر بخصوص النفايات اوكي. نعم. هيدي اخره. عندنا كمان خطط عمل كثير من تقنيين وخبراء هن عم يشتغلوا عليها، ولكن دايره دين تطرش السلطه. ونحن اليوم عم نقول من بعد 40 سنه عم نطالب وعم نحكي صار لنا حديث ثاني. نحن اليوم شو هو الحديث الثاني؟ صار لنا خطوه ثانيه نعملها. نحن اليوم عم نجي كسبعة نقول هو حزب عصري منظم كبير بيمتد على مساحه الوطن، ما عنده زعيم، ما عنده معالي وزير، ما عنده سعاده نائب، انما عنده سعاده المواطن. شفينا شيء حدا من مسؤول من هالمسؤولين تكلف وقال بدي يكون عندي انا سعاده مواطن؟ لا بس هيدا من معايير حديث تاني. هلا نحن صرنا نعرف شوي على يعني الحديث تاني بدنا بديل، بدنا بديل لهالاشخاص اللي حاكمينا يلي هن منهم يعني كفؤين لا اخلاقيا ولا ادبيا. الحديث تاني هو الاستعداد للانتخابات يعني انه كيف اكيد نحن عم نحضر اليوم. طيب. عم نحضر اليوم نحن قياديين. شو رايك بالقضاة اللي كمان عم يتعرضوا اليوم ل يعني هيدا يعني اكبر مثال انه ما في سقف بقى عند السلطه بالوقاحه ومدت ايدها على صندوق تعاضد القضاة. هالقد الوقاحة وصلت عندهم، معناتها هيدا عم لك يا مدام غادة انه نحن وقف من هون الحديث مع السلطة ونحن صار عندنا خطوات تانية، يلي هي انه نحن عم نمتد على مساحة الوطن، عم نكتر لأن بالسياسة بدنا نكتر ولكن عم نكتر بطريقة كتير منظمة وكتير محترفة. الخطوة التانية نحن عم نشتغل لأنه نخوض الانتخابات النيابية أكيد، ونحن رح نكون
بالصفوف الأمنية بهذه الانتخابات. يعني أنتوا اليوم بعد المعركة للسلسلة اليوم أنتوا كمان عم بتلاقوا أنه هيدي الضرائب وهي غير محقة، هل عندكم كان بدائل عن هيدا؟ مدام غادة تنبلش بشغلة أنه هيدا المجلس النيابي المودد لنفسه ثلاث مرات أصلا ما بحق له، ما بحق له يتدخل بموضوع الضرائب. طيب هلأ خلي ما بحق له، هو مودد له، هو ناس هلأ الضرائب، هل أنتوا عندكم ما عم تحكي ببدائل، هل عندكم مشروع بديل كان عن هيدي الضرائب؟ يعني هل وقفوا مزاريب الهدر؟ يقولون لنا وين 4.2 مليار دولار يلي هي جيبية الضرائب، يقولون لنا وين 800 مليون دولار يلي هي من الجمارك، يقولون لنا وين 650 مليون دولار هي هدر بوزارتهم، بعدين بنحكي نحن وياهم بالضرائب. شو بدنا نعمل كشف حساب يعني للناس؟ ما بدنا كشف حساب مدام غادة، ما هن عم بيقولوا انه في فساد، وحضرتك عندك برنامج عن الفساد. نعم. هالقد صار الفساد امتل الدنيا وقد ايه صار معروف بلبنان، ولبنان رائد وصار الاول عربيا. نعم. كمان بين دول الفاسدة هيدي بحسب الدراسات، ورقم 143 بين الدول بالفساد. فما في داعي نقول انه في فساد بلبنان، الخبرية عم نعيدها وعم نكررها ولبنان زهق. شو بتدعي القضاة اليوم انه هل انتم قدمتوا شيء للقضاء بالنسبة لملفات الفساد؟ قدمتوا شيء اخباري؟ لهلا بعد ما في شيء، بعتقد انه هن قادرين يقيموا بالحمل، كتفاتهم كبيرة القضاة وبيقدروا يقيموا بحالهم، إذا ما قدروا يقيموا بحالهم بعدين نشوف نحن كيف تحركاتنا بتصير. نوع من المؤازرة مع القضاة بحقوقهم وحث للقضاء كمان لحتى يقدر إنه يحل مشاكل الفساد. مدام غادة في مشكلة إلى من زمان وجاية، اللي هي إنه القضاء بيحتاج لفيزا السلطة السياسية اليوم بالتشكيلات القضائية، وهيدي مشكلة كتير أساس اليوم، وهيدي هي صلب المشكلة. طالما ما عم تنحل رح تضل مشكلة قائمة، والسلطة اليوم هي مستأثرة بكل شيء، وسقفتها هو الصلبطة، وهيدي سقفتها هي الغوغائية، وقد ايه بتقدر تصلبط وتهيمن عقلك على كل الناس. ما استغربنا انه دقت بالقضاء، نحن كنا متوقعين تعمل كل شيء، لا ما عندها بقى سقف بالوقيحة، ما عندها بقى سقف، قادر تطال حيلا حدا وكل همها. بس غريب ما خافوا من القضاة اللي كمان كاشفينهم. مدام غادة، مدام غادة حضرتك بتعرفي، حضرتك بتعرفي وقالوها كثير اعلاميين انه قديش في قضاة عم بيروحوا لعند السياسيين، ما في داعي نقولها لانه صارت معلنه وكل شيء بلبنان معروف. فبيعتبروا انه مثل ما في هول قضاة عم يجوا لعنا، في كثير غيرهم بيجوا كمان لعنا وفينا نتحكم. دكتور عجاء، كنت عم تحكي عن الاملاك البحريه اللي مقدره حوالي 100 عائداتها مقدره 100 مليون دولار، وهيدا الرقم اثار كمان الاستنكار والاستغراب انه 100 مليون دولار اليوم الاملاك البحريه اللي عملنا عده حلقات عنها من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، هيدا شيء رقم كثير بسيط وحرام يعني انه بس الاملاك البحريه تكون هيدي قيمتها، ويمكن واحدة الأملاك البحرية كانت مولة السلسلة. شو تعليقك؟ رح أقول لك ست غادة، تقريبا اليوم التقديرات بتقول في عندي 493 ألف متر مربع بعض الأشخاص حاطين إيدهم عليهمها وأملاك عمومية. إذا اعتبرت أنا المتر الواحد أجاره بالسنة 200 دولار، هي عندك أقل شيء مليار دولار مدخول، أقل شيء مليار دولار لازم يكون مدخول، حاطينه مليون يعني أقل عشر 100 مليون. هلأ في بعض المطارح، بس حتى تاخذي فكره ست غاده والمشاهدين الكرام، نعم. بعض المطارح عم بيأجروا المتر ب 2500 دولار وهو مستأجرينه ب 2500 ليره من الدوله، فاذا نعم. في مشكله اساسيه بهالامر هذا. بعتقد انا انه فشلت السلطه، لانه هذا كان باب للاصلاح، باب للاصلاح كان هذا، فشلت السلطه باب للاصلاح الاملاك البحريه، يعني كان باب للاصلاح. كيف لكان هذا لوحده كان بلا هوديك الضرائب اللي كانوا مضرين بالاقتصاد، لانه بعدنا ما حكينا بارتفاع الاسعار، مين اللي رح يقدر يراقب طيب الاسعار؟ ما اليوم بنعرف انه اللي مستثمرين بهالاملاك البحريه والمستفيدين منها هن من اهل السلطه، يعني متقاسمين. احنا شرحنا كثير عن هذا الموضوع. انا بدي احكي من وجهه نظر اقتصاديه بحت. نعم. اليوم السلطه فشلت بهالهيكليه الضريبيه اللي حطتها، فشلت انه تقدر تعمل سياسه اجتماعيه، سياسه اقتصاديه تكون في من وراها مثل ما بقولوا حقيقه. هي هدف السلسله كانت انه تحارب الفقر، لانه هاو ما بقى عندهم قدره شرائيه. طيب هلا جينا حطينا من ثاني جهه حمل عليهم، وهالحمل هذا رح يرجع يسحب لهم هالقدره الشرائيه. نعم. فاذا كاني ما عملت شيء، بل على العكس في دراسه غير الاملاك البحريه شو في هيك مورد غير المرفق يمكن في اللي ذكرناه تبعول الضرائب على الودية رح يجيب 410 مليار ليرة، وهو كلهم من جيب المواطنين. نعم. 410 في، بس إذا بتريدي رقم رح أعطيه بإحدى المحاكيات اللي عملتها لشوف نتيجة رفع الضريبة على القيمة المضافة بـ1%. نعم. طلع معي أنه في 170 ألف شخص
رح يصيروا فقراء بلبنان نتيجة السلة الضريبية يلي موجودة. يعني شو بدنا نعمل؟ عم ندق نقص الخطر دائما بالأرقام، بالاختصاصات، بالخبرة، بالمعارضة، بالمعارضين الشباب اللي بدهم يغيروا، والمعارضين الشباب عم يستندوا كمان على آراء خبراء، وما بعرف ما حدا عم يسمع. كم فيك تنهي لنا الحلقة دكتور الفقرة يعني دكتور دوري، شو رأيك؟ شو بده يصير؟ أنا بنهي إنه شو المطالب الأساسية ما هيك بالآخر؟ بقى ما نحن عم نفعل وعم نعمل ونحن لقلهم بالمرصاد. نعم. وموعد الانتخاب جاي والصندوق اللي بتقرر بيننا وبينهم، ولو شو ما عملوا لما أخذوا قرارات نحن فينا نرجع نكسر هيدا القرارات. أي مخالفة رح نرجع نحن نزيل هالمخالفة، لو أي ضريبة بتنحط رح نرجع نحن نرفع هيدي الضريبة، ونوعدهم أنه نحن مشين إلى الأمام، مشين إلى الأمام، ونحن منتسع لكتير من صدنا لهلأ حوالي 4500 منتسب. هلأ عم تحكوا ما هي المشكلة بالحراك المدني، عم تحكوا كأنكم أنتوا وحدكم مليون، ما في شريحة طويلة عريضة، أنتوا 4000 بس، يمكن في لازم نقول نحن شيء مليون لازم نقول هيك انه نحن لازم نكون مليون. هي مش هم كميه، هم نوعيه. لا لا نقدر نحقق تغيير. بدك كميه ونوعيه، ما بدك زقيفه، بدك كمان ناس محترفه، بدك ناس خبراء، بدك ناس عارفين لوين رايح البلد، يعني مع خطه اقتصاديه وعمليه وسياسيه للبلد. انا بدي اشكرك دكتور ضو، شكرا لك دكتور عجيء. فاصل اعلاني ومنتابع حلقتنا عندنا فقرات متنوعه، خليكم معنا بعد الفاصل. في قصص ما بتتصدق بس بتحصل، الاحتيال والاستغلال والابتزاز على الطريقة التكنولوجية السريعة، والكمان بتعاني منها يمكن الضحية بتعاني منها على مدى طويل، وحتى ما يصير مع مراهقين آخرين اللي صار مع هالصبية اللي اجت تعطي شهادة لازم تعرفوا شو صار معها. خلينا نشوف هيدا التقرير وبنرجع نستقبل ضيوفنا. طبعاً موضوع التحرش الجنسي بالأطفال من وليد الساعة، بل هي ظاهرة خطرة رافقت المجتمعات منذ القدم، ولكن اليوم دراسات وأرقام جديدة ظهرت بتدل على أديها الظاهرة منتشرة بمجتمعنا، وخصوصاً التحرش بالأطفال من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر الأرقام أنه 60.2% من التلاميذ اللي بتتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة بيستخدموا الإنترنت على هواتفهم المحمولة، حيث يصعب مراقبة الأهل. هالأمر طبعا بيفتح مجال للغرباء باقتحام حياة الأطفال وجمع معلومات عنهم، وذلك بهدف استغلال جنسيا أو ابتزاز. وأظهر الدراسة حملة عنوان سلامة الأطفال على الإنترنت، قام بها مركز البحوث والإنماء بالتعاون مع جهات معنية بهالقضية، بأنه حوالي 62% من الأطفال أجريت عليهم الدراسة تعرفوا وتحدثوا إلى غرباء اللي بدورهم استغلوا الأطفال وجمعوا منهم معلومات على الشكل الآتي: 56.8 الاسم، 51.8% العمر، 26.9% اسم المدرسة، 23% الصور، 17.2% تفاصيل الشكل الخارجي، 9.6% الأماكن اللي بيقصدها الأولاد باستمرار، و 1.3% معلومات عن وضع الأطفال المادي. بالمضايقات اللي عم بيتعرضوا لها، في عنا كذا طريقة بحاول المتحرش يستقطب أو يستدرج الطفل. في عنا مثلاً طريقة أنه بتحال عليه ليحصل على معلومات شخصية يقدر يتصيده. في إحدى الطرق كمان هي التعاطف، أو منقلها الميرورينج، أو بيعكس حالته، حالة الطفل، هالمتحرش بيعكس حالة الطفل عليه. السكستينج أو سكستورشن يعني الابتزاز الجنسي، هيدي المراهقين بيقوموا فيها بين بعضهم، بيكونوا عم بيبعتوا رسائل فيها إيحاءات جنسية أو عبارات جنسية. ممكن كمان يكون المحتوى الجنسي عبارة عن صور، عن ملفات فيديو إن كان لألون أو لرفقة لألون. ممكن بعدين يصير بهدف الانتقام يبتزون بنشرهم أو حتى يقوموا بنشر هيدي الصور. صوام بتأكد أنه إلى جانب العمل التوعوي لدى المدارس، هناك دور هام للأهل حول طريقة التعاطي مع أي مشكلة بيقع فيها طفل من هالنوع.
قررنا كمركز تربوي لأنه سلامة الطفل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة المجتمع المدرسة وأكيد الدولة، قررنا أنه نعمل مادة تدريبية توعوية للأطفال من خلال تمكين الأساتذة تمكين قدراتهم ليقدروا يوصلوا هالمساج للطفل. 43.3% هو نسبة الأطفال اللي التقوا فعلا بغرباء اتعرفوا عليهم على الإنترنت، 30.7% منهم ما أخذوا إذن أهلهم قبل اللقاء، 31.9% منهم أبلغوا أحد إخوتهم أو الأصدقاء، بس المخيف هو 9.1% منهم ما خبروا حدا عن هاللقاء. وطبعا حالات عديدة من التحرش الجنسي سجلت من نعرف ومن من عرف، وهون على الأهل لعب دور الرقاب الأول لحماية أطفالهم من هالظاهرة اللي ممكن تخرب حياة أي طفل أو مراهق بسهولة. بهالفقرة منستضيف المحامية ديانا رحيم، أهلا وسهلا فيك أستاذ دانيا. معنا أيضا سيليا خاطر سوان معالجة نفسية عيادية، أهلا وسهلا فيك. وأيضا معنا الصبية اللي هي بدها تعطي شهادة وهي كانت يوما ضحية للابتزاز الجنسي اللي عم نحكي عنه. قبل ما بلش معك، مع بدنا نسميك شي اسم، حي الله اسم، شو بدنا نقول انه اي اسم، انت نقي اسم مش اسمك، نقي اي اسم. خلينا نقول نعم مجهول. اسم اسم مجهول، خلاص رح نرجع لعندك. ولكن قبل خلينا نسال استاذه ديانا، بهيدي الحاله فورا يجب ان يكسر حاجز الخوف لازم صح. طيب هل القضاء بياخذ اجراءات سريعه حسب معرفتك او هلا حسب بالموضوع؟ الحاله اللي بدها تخبرنا اياها لما بيصير شيء عبر الشبكه الافضل بلاغ عن الموضوع، وفي قسم من الضابطه العدليه نعم. صار متخصص يلي هو مكتب مكافحه جرائم المعلوماتيه نعم. اللي عندهم الوسائل المتطوره ليقدروا يلاحقوا ويحددوا هيدا الشخص الفاعل منسميه، ليعرفوا موقعه من اي كمبيوتر عم بيقدر يعمل هالفعل الجرمي اذا بدنا نسميه. من بعد ما يقدروا يحددوا هوية هالشخص وموقعه من أي كمبيوتر أو أي بي أدرس عم بيقدر يتصل نعم. بالضحية أو يمارس عليها الضغط أو الابتزاز، من هون بتبلش الملاحقة، وبس يتمكنوا من توقيفه بتبلش مرحلة المحاكمة نعم. من وقت ما يوقفوا هالشخص هيدا هون بشوف بيتحدد الوصف الجرمي للفعل اللي هو قام فيه، وعلى اساسها بتتم محاكمته. طيب رح يعني نحكي شوي اكثر بهذا الموضوع، ولكن التوقيف جرم، الجرم اللي هذا الجرم الابتزاز قديش مده توقيفه بالقانون؟ هلا حسب هون الابتزاز شو ترافق فيه، يعني نعم. اذا ترافق معه تهديد اذى او تنقول كمين لهالشخص، كل حاله بحالتها بياخذها القضاء على محمل، يعني يقدر الجرم بالابتزاز العادي لانه هذا ابتزاز تكنولوجي جديد يمكن بده تحديث قانوني، اعتبر هو منه جديد نعم. كابتزاز، بس هو اعتمد وسائل الكترونيه هيدا الجديد بالموضوع. طيب انا بدي انقل عند الصبيه اللي معنا بكل بساطه وبكل صراحه، ما حدا رح يعرفك هلا ولا يعرف اسمك لانه نحن بنحترم هيدي الخصوصيه، خبرينا شو صار معك. اللي صار تحديدا كان عمري 19 سنه نعم. كنت بالجامعه وتعرفت على شاب بالجامعه نعم. بس هو كان اخر سنه يعني اكبر مني تقريبا بشي 5 سنين. اللي صار انه تعرفنا على بعضنا، شفنا بعضنا بالكافيتيريا، اخذ رقمي، اعطيته رقمي واخذت رقمه، صرنا نحكي نعم. على الواتساب. اللي صار انه لقى انه هالمواصفات اللي بتجيها بالبنت كبنت محافظه، بنت محترمة، بنت عائلة، فصار يفوت علي بهذه الطريقة ولقى أنه أنا بدي هالمواصفات الشاب الناجح، مواصفات الشاب الحلو، مواصفات الشاب اللي إذا بدنا نعبر عن الموضوع اللي بيغرق البنت بالحب والكلام الغزل. يعني أنت تعلقت فيه عاطفياً، هو كان هدفه هدف آخر صحيح. كيف شو يعني كيف بلشت هون الأذية يعني بالنسبة لعليك؟ بلشت الأذية أول شيء ضرب على نقطة الضعف، عرف إنه أنا بدي علاقة جدية وعرف هالمواصفات إنه أنا بدي إياها، فصار يفوت علي أول شيء عاطفياً أو إيموشنلي. واللي صار بعد بس طلقت هالفريسة تبعوله أو بس تأكد إنه أنا عن جد هالقد بحبه، بلش يبتزني بالرسائل،
بلش معي سكستينج على التليفون بعد تقريبا شي شهرين. بلش انه هو بده يعلمني شو اعمل وكيف اتصرف، لانه انا بنت محافظه ولازم نكتشف هيدا الشيء لحتى نوصل لمرحله الزواج. فصار يبعت ستيبس او خطوات كيف نقدر نحن نطبق هيدا الشيء ويسالني حتى انا اتجاوب. اول شيء كنت ارفض، لما كنت ارفض كان يتركني ارجع لانه انا بحبه ارجع له. فصار اكثر يزيد الدوز، صار يزيد اكثر 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 ويلي بدك تتجاوبي. هو كان عم يحتفظ بكل هالرسائل اللي كانت عم بتصير بينك وبينه، عم يحتفظ فيهم، عنده يمكن مخطط لبعدين انه يبتزك فيهم. مزبوط. واللي قديش صار استمرت العلاقه على هالشكل هيدا؟ سنه، حوالي سنه. يعني انت بتقدري انه كان مجمع كل الحوارات والرسائل اللي كانت النصيه اللي كانت يعني فيها تعابير جنسيه يمكن، واللي كنت عم تحكي فيه هو كان محتفظ فيهم؟ هو ولا مره محل كونفرزيشن. نعم. ولا لإلي ولا لك ولا لحدا غيري، وكان عم يبتز كذا بنت بنفس الوقت. مش بس رح ارجع لك انا، رح ارجع لك اكثر تحكي لنا عن حالتك. بدنا نحكي مع الدكتوره سيليا صوان اللي هي معالجه عالجتها لقديه بحاجه الشاب او الفتاه، عفوا لانه هون بهي الحاله عندنا فتاه. هلا بنشوف اذا في كمان شباب بيتعرضوا لهيدا الابتزاز، قديش بحاجه بهالعمر انه يكون بده علاج بعد هيك صدمه يعني بحياته. اكيد هيدا الموضوع كثير بياثر نفسيا. نعم. وهلا اكيد رح نسمع من المجهول شو الاشياء اللي مرقت فيها نفسيا، يعني بيمرقوا بديبرشن، بيمرقوا بحالات كثير بقلق كثير كبير، ممكن كمان يبعدوا عن رفقاتهم، يصيروا منزويين، اكيد بيخافوا كثير، بيعيشوا بحاله خوف، ببطلوا ياكلوا مزبوط، ببطلوا يناموا مزبوط، بيصيروا يتراجعوا بالجامعه او بالمدرسه، ممكن ما بيقعد عندهم ثقه بالاخر، ما بقى عندهم ثقه بحالهم اول شيء، يعني هيدا بينضرب، وبعدين اكيد ما عندهم ثقه بالاخرين. ف كتير هيدا المهم انه يكون في اويرنس، يكون في توعيه لهيدا الموضوع من قبل الاهل. وهلا رح نعطي نصايح للاهل شو يعملوا، وللمراهقين كمان شو يعملوا، وكمان للمجتمع. نعم. حوالينا. طيب رح كمان ارجع بالموضوع القانوني، اذا قلنا انه بعدنا عم نحتكم بهيدا الجرم، اذا يعني اكيد هو جرم للقوانين العاديه، ولكن ما نحتاج لتحديث قوانين ويكون في تشدد اكثر بهيدا الموضوع، وخاصه مع شباب ويمكن اوقات قاصرات او قصار، يعني انه هل مرق كمان حوادث ابتزاز جنسي مع شباب او بيمرق كثير؟ ونحن مش قصه تحديث قوانين، نحن بحاجه لتشريع جديد، التشريع يواكب التطور المعرفي. نعم. وتطور العصر الرقمي اللي نحن فيه. نحن بعصر الانترنت وعندك كل سنة بين العشرة ملايين 10 مليار يوزر. نعم. بيطلعوا 10 مليون يوزر بيطلعوا سنويا على الانترنت، ونسب كبيرة من الأعمار اللي هن قاصرين يلي بتحديد وبتعريف الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل بيسموا الأطفال، وهن من تحت 18 سنة. نعم. تحت 18 هن ثلاث فئات عمرية، من الخمسة للثمانية، من 8 لاثناش، ومن 12 لثمانتعش. بهول الفئات العمرية عندهم ريسك بوجودهم على الانترنت، في ريسك. ريسك المخاطر هي معددة، من انتحال هويتهم الايدنتيتي ثيفت، للهراسمنت سكشوال هراسمنت، للجرومينج، للسكستينج اذا كنا عم نستعمل التليفونات، واكثر للسايبر بولينج، يعني كانوا مثلا اذا اولادي ضايقوا بعضهم بالمدرسة، هلا الاولاد عم يتضايقوا هن وبالبيت عبر الوسائل الالكترونية. تشريعاتنا بهذا المجال معدومة. طب هل القضاة بهيك ملفات بتحسين عندهم الخبرة صاروا انه هلا في توعية، في شوية معرفة عم بتصير، بس عم بيعتمدوا يعني اساليب القياس، وبيستعملوا قانون، بيلجأوا لقانون العقوبات ليقدروا يلاقوا نص يعاقبوا على الفعل الجرمي اللي عم بيصير. نعم. يعني يا بدنا نروح على المناورات الاحتيالية، يا على التهديد بالإيذاء، يا على التهديد على الشخص بنفسه أو بملكه بأمواله. إذا كان تعرض بعملية ابتزاز على الإنترنت أو عبر الرسائل على ماله الخاص، مثلا في ممكن أشخاص
تقدري أنت تستغلي علاقتك بولد، تتقربي منه، تكسبي ثقته، هيدا الجرومينج لغايات يا جنسية رح نشوف مادية. الصبية اللي معنا شو الابتزاز، كان نوع الابتزاز بشو ابتزك الشاب اللي كان رصد لك يعني اتصالات وهيدي العلاقة اللي عملها معك بطريقة احتيال، شو بشو ابتزك، شو بده منك؟ كان لما بلش يبعث لي رسائل وانا كنت اتجاوب معه ما كانوا عارفين اهلي بالموضوع. نعم. فصار يستعمل هذا الشيء ضدي ويهددني. بشو يهددك؟ انه شو كان يصور، يعمل سكرين شوت للكونفرزيشن ويهددني انه بدي اخبر اهلي. تهديد ثاني كان يهددني انه يتركني. تهديد ثالث كان انه يظهر علي مع غير بنات لانه انا ما عم بتجاوب معه، اوقات عم بتركه وما عم بقبل بهذا الشيء اللي هو عم يطلبه. فهو كلهم كانوا يأثروا علي كثير سلبا. تهديد رابع كان يجي لعندي على الجامعة ينطرني برات الصف، ينطرني محل ما كنت اعمل ستاج كرمال الشغل، كان ينزل تحت بيتي بالضيعة اللي انا ساكنة فيها، يصور لي سيارتي، يصور لي بيتي انه انا هون ناطرك، اي ساعة بتنزلي انا اذا ما بتجي معي وبتعملي لي اللي بدي اياه بدي فرجي النصوص. انت ما كنت قادرة تحكي مع اهلك؟ ما كنت قادرة تصارحيهم باللي صار معك؟ بوقتها لا، كنت خفانة لانه كنت راسي شوي مارق بمرحلة confusion او مارق بمرحلة خربطة بين انه انا بحبه، بين انه انا بدي اعطيه تشانس، بين انه انا ما بدي اخسر هذا الشخص اللي بحبه، بين انه رفقاتي عم بيقولوا لي ما كل الشباب بيطلبوا نفس الشيء. ما فكرت بانه تدعي عليه او ما فكرت انه تلجأ؟ صراحة كتير فكرت بس كمان خفت. هيدي هي الكوميونيكيشن، هون الخوف. يعني انا هون بدي احكي بموضوع الاهل، قديش لازم يكون عندهم درجه وعي وانه يقدروا يستوعبوا هيك اشياء تصير مع اولادهم. في ناس ما بيتقبلوها، يمكن في اولاد بخافوا مبرر خوفهم، فشو الرساله مزبوط. للاهل حتى اول شيء كثير مهم هو الكوميونيكيشن، يكون في اوبن دايالوج بين الولد وبين اهله، وهذا الشيء فيهم يبلشوا من عمر صغير ويعودوا الولد انه يجي لعندهم بالمشكله تبعه، ما يروح لعند غيرهم، لانه اذا راح لعند غيرهم ممكن يعطيهم نصيحه مش مزبوطه. فهون لو كان في كوميونيكيشن بين اهل او لو ما في خوف كمان، لانه كمان ثاني شغله هي رده فعل الاهل. ردة فعل الأهل أو بيخلي الولد يجي لعنده ويحكي له مشاكله، أو بيخليه يروح لحدا تاني. نعم. أو يسكت، وهيدا الخطورة هون إنه يسكت ويخبي بقلبه وتصير هيدا المشكلة تتفاقم وتتفاقم. نعم. فكتير مهم أول شيء الكوميونيكيشن، تاني شيء ردة فعل الأهل إنه ما يكونوا ينفعلوا عليه، وإذا صارت هاي القصة ناخدها ببرادة أعصاب. أنا بعرف إنه عم بحكي والحكي كتير هين أكثر. نعم. من الفعل، بس إذا هن وقفوا موقف سلبي ضد ابنهم أو بنتهم، هيدا الشيء بيعمل ردة فعل كتير سلبية بحياة الولد. نعم. فأهم شيء يقولوا له أنه نحن حدك، نحن داعمينك بهيدا القصة، ويستنبشوا عن اللي صار، يعني يعرفوا من الطرف الآخر لوين انبعتت هيدا الرسائل، ويقدروا يتواصلوا معهم، يتواصلوا مع أهله إذا كان قاصر، يقدروا يوصلوا لحل بينهم وبينهم. وإذا شافوا مثلا أنه هو تلميذ. نعم. مع بنتهم بالمدرسة ممكن يتصلوا بإدارة المدرسة، يكون في بوليسي أو بأهله أو بالأهل أو بالمدرسة. وإذا شافوا في نية سيئة أكيد لازم يروحوا يلجأوا للقوى الأمنية أكيد طبعاً، وفي أكيد مكتب الجرائم المعلوماتية. هون بدنا نحكي عن هيدا دور هيدا أكيد المكتب. بيقدموا شكوى وهن مستعدين إنه يعني نحن انطلقت فكرة الفقرة لحتى نكون صريحين من ملف تعرض يعني له عدد كبير من الشباب ابتزاز بهيدا الشكل. هالملف حقق فيه الضابط داغر وهو بمكتب جرائم المعلوماتية. نحن بدنا هون نوجه تحية بالأول ونوجه نداء للواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي أنه يكون أكثر يعني ليونة بالتواصل مع القوى الأمنية لمعرفة ملفات من هالنوع، يمكن لنضوي على إنجازاتهم للقوى الأمنية بهذا الإطار، ولنقرب المسافة بين القوى الأمنية وخاصة بهذه المواضيع وبين الأهل وبين الناس وبين الشباب بحد ذاته. يمكن شاب صغير يروح هو يقدم شكوى إذا كان خايف من أهله، وهيك بينكسر حاجز الخوف.
فللأسف أنه ما قدرنا حصلنا على تفاصيل هيدا الملف، رح نسعى للوصول له بالحلقة المقبلة لأنه ملف خطير جدا ويطال عدد كبير. هل ممكن أنه حتى الشباب يتعرضوا لابتزاز من هذا النوع؟ ممكن أنه يمكن يقضون ليصيروا يمكن مجرمين؟ في حدا انتحر؟ مين اللي في خبرية عن حدا انتحر؟ في كتير بنات بيتعرضوا يوصلوا للانتحار لأنه بيشوفوا الطرق مسدودة قدامهم. شو صار؟ في شي حالة معينة خلينا نحكي فيها؟ هلا في حالات كتير فينا نقرأ عنها أكيد بالإنترنت. في حالة أنا حابة أحكي عن قصة صارت بلبنان. في بنت من مجتمع عراقي ومع فلوس أهلها تعرفت على شاب أكيد مش من نفس الطبقة الاجتماعية وانغرمت فيه كتير، فابتدت هذه العلاقة وصار في علاقة قوية وتعرضت كمان أنه يبتزها بالمال يعني. لا تصورت أول شيء صورها. نعم. وبعدين بس وصلوا للزواج ما قبلوا أهلها معها فاضطرت أنه تترك هذا الشاب، وهو ردة الفعل هيدا اللي نحن بدنا نحكي عنها كمان شدد عليها أنه أوقات في ريفانج بيكون في انتقام. وهيدا الشيء أنه ما بينتبهوا الأولاد بس يكونوا بهاي العلاقة بيكونوا بحالة غرام وكأنه واحد منمل بيصير ما بيعود يحس فبيصير خايف أول شيء يخسر هاي العلاقة، بيصير يعمل مثل ما بده التاني وكمان تحت التهديد والضغط بيصير يضغط عليه. فهيدا الشاب شو عمل؟ راح صار يبيع صورة لأهل منطقتها ولقرايبينا. يبيعهم وكانوا عم يشترون يعني يدفعوا. هلا هو ايرونيك اللي عم بيبيعهم يعني بألف أو بألفين، بس هو الهدف انه الهدف ينشرهم يعني يشهر فيها ريفنج لأنه هي ما قبلت فيه. طب هو ما بهاللحظة الشخص اللي بيعمل هيك ما بيعرف انه في عقاب لإله على فعلته؟ بتصدق مدام غادة انه ما كتير، ما الكل بيعرف انه في عقاب وكتير أحيان بيعيشوا بتهديد. يعني حلو انه مش لازم واحد يعيش بتهديد واندر بريشر واحد يبتزنا، لا في حلول. هلا نحن لا وضروري يعرف اللي عم يتعرض للابتزاز انه في قوى امنيه ممكن انه يعني تحصل له حقه وممكن انه توقف اي شخص مبتز عند حدوده. وهيدا اللي نحن عم ندعي له انه يكون في اكثر تواصل اعلامي مع القوى الامنيه وخاصه بهيدي الامور. في حاله انتحار بشوف كمان صارت. مزبوط. فيك تخبرينا عنها شوي؟ هيدي الحاله هي عن ولد يعني. نعم. عمره تقريبا 18 سنة. نعم. كمان في جماعة من برات لبنان ابتزته. نعم. استدرجته وعملوا حالهم انه هن بنات، هن شباب وعملوا حالهم بنات، فطلبوا منه انه يتصور بطريقة فاضحة وبعثوا له اللينك على اليوتيوب وصاروا يبتزوه ويقولوا له انه نحن بدنا مصاري، بدنا هذا المبلغ. يعني حتى الشباب بيتعرضوا للابتزاز بهذا الشكل طبعاً. وحتى الشباب عندهم خجل بهذا الموضوع بمطرح. فما قدر يتحمل الفضيحة وهذا ملف كمان عم بتحقق فيه. مزبوط. بالقضاء. مزبوط. وكمان ان شاء الله نقدر اتصلنا بالاهل حتى يطلعوا معنا على الحلقه وهن امتنعوا ان شاء الله انه يقدروا يكسروا هالحاجز لحتى نقدر اكثر نوعي المجتمع ونخبر الغير كيف لازم يتصرفوا. يمكن صحيح واكيد المركز التربوي عم بيوعي. نعم. بهذا الشيء وعم بفوت هذه المواضيع بالكريكولم تبعهم. نعم. أنا بعد بدي أسألها للصبية معنا، شو بتقولي لغيرك اليوم بعد فترة من يعني صار عندك نضوج أكتر بعد اللي تعرضتي له؟ يعني شو بتقولي للصبايا اللي بعدهم صغار يمكن إنه اللي تعرض اللي يمكن ممكن إنه يتعرضوا لهيك أمور؟ شو بتقولي لهم؟ بوجه لهم رسالة بالدرجة الأولى إنه لو قد ما كانوا بيحبوا الشاب. نعم. ما يرضخوا، ما يكسروا من تقاليدهم وعاداتهم والتربية اللي تربوا عليها ببيت أهلهم، وما يتنازلوا لحدا على حساب كرامتهم. نعم. لأنه هذا الشيء رح ينقلب ضدهم بعدين، لو كان الشاب بحبهم أو ما بحبهم رح ينقلب ضدهم كلياً لبعدين. أستاذة ديانا كمان اليوم قديش مهم اللي كنت عم بقوله بالنسبة للتعاون مع القوى الأمنية وقديش قادر مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أنه ينقل صورة الخطر الحقيقية للقاضي
اللي هو بالآخر القاضي بده يتكل أكتر على هالمكتب من تحليله الشخصي أو تقديره، لأنه هيدا المكتب تقنياً ممكن أنه يبعث له الأدلة أو يزود الملف بالمعطيات الكاملة. فهون هل نحن عنا نقص بهيدا الموضوع ولا ماشي الأمور؟ هلأ الدور أبعد بكتير من دور مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية. دور المكتب هو دور مساند للقضاء، يعني هو جزء من الضابطة العدلية. شو الدور المطلوب؟ المتخصصة. الدور المطلوب هو على مستوى أكبر، على مستوى صانعي الخدمات اللي نحن بنسمي يعني الأجزاء اللي بتألف الإنترنت. نعم. نحن أعضاء بالأمم المتحدة، والأمم المتحدة اليوم في شيء اسمه الاي تي يو، International Telecommunication Unit. الاي تي يو من بعد مؤتمرات دولية واجتماعات ومن منطلق المعاناة اللي عم بتصير والجرائم اللي عم بتصير عبر الانترنت، حددوا خطط عمل وغايدلاينز بنعتبرهم هن الأساس بالتعامل على مع شبكة الانترنت. الغايدلاينز نحطوا للأهل، نحطوا للقطاع التربوي، نحطوا للبوليسي ميكرز لصانعي السياسات، ونحطه للإندستري. شو هن إذا فينا هيك باختصار نحكي عن باختصار الأهل؟ أول دور لقلهم الأهل، هن ببلشوا يعرضوا أولادهم للشبكة. من أول ما بيخلق الولد منحط صورته، مننسى أنه نحن يوما ما هالطفل أو الشاب بيرفض أنه تنعرض صورته، أنه ضد التواصل بالصور عبر مثلا هن الميدياتيز لفيدو لرزانفان. يعني بينسوا أنه نحن مش لازم هالقد نعمل إشياء، والولد بيربى بهالجو. بتلاقي ابن 8 سنين بيستهون الصورة، عنده فيسبوك وعنده 200-400 صديق. مش مهم الأصدقاء، مهم مين من هالأصدقاء موثوق. نعم. لأنه الصديق اليوم بيجي يعني بيلبس حلة صديق، بس هو بيكون وراء مجرم. نعم. وراء شخص والوقت. اي الجايدلاينز الثانية هي للأطفال بحد ذاتهم، هن بيعلمون يعني بدلون كيف يستعملوا بأي طريقة. نعم. لأنه الولد الطفل الشاب بيتعامل مع هذا العالم الافتراضي بحقيقة، يعني بيتعامل معه كعالم حقيقي، بحط اسمه عمره مثل ما شفنا بالإحصاءات. يعني هي المسؤولية مشتركة، مشتركة. ومفروض أنه الجميع يوعى على هذه المخاطر اللي عم بتزيد. صح. والأهل كمان عليهم دور، لأنه هن الشباب عم بيستعملوا هالشي بعلم الأهل. نعم. إنما المفروض شوية مراقبة وشوية كوميونيكيشن مثل ما قالت تحديد الدكتور. الوقت، تحديد الوقت، لأنه الولد عم بيفوت تليفونه معه. نعم. نعم. على صح. على الفرشة. يعني هيدي إذا فينا يعني نحط قانون بس بالبيت، مثل ما نتأمل أنه يكون في يعني لموضوع المكتب المكافحة الجرائم المعلوماتية، المهم صانعي القرار والسياسات بلبنان والتشريع، لأنه مكتب ما بيقدر يستمر بهالإطار لوحده بدون تشريع مختص متعلق بهيدي الجرائم اللي عم بتزيد. يعني كل ما تطور. نعم. الانترنت وتطورت المواقع الجرائم عم بتزيد. أنا بدي أشكركم. شكرا لك أستاذة ديانا، كمان شكرا للصبية اللي حبت تعطي شهادة حياة، يعني مثل ما بيقولوا صارت تجربة صارت معها، وأيضا لدكتور سيليا خاطر سوان. بعد الفاصل الإعلاني عنا فقرة عن ماذا يحصل في الجامعة اللبنانية، ولكن بدي أذكر أرجع اللواء عماد عثمان ضرورة الانفتاح على الإعلام بهيدي الأمور لحتى نقدر نحذر ونقدر أنه نعطي عبر للآخرين حتى ما يصير معهم هالأمور اللي عم بتصير، وخاصة بهيدي الجرائم المستحدثة إذا فينا نقول جرائم الجديدة. نعم. دور للهيئة الناظمة للاتصالات كمان، عملوا خط ساخن بهيدا الموضوع وتوعية للأهل والمدارس على بس أكيد بس ما بيكفي. ما بيكفي. نعم. بس في جهود. بس فاصل إعلاني ومنتابع الحلقة. مش أول مرة بتدخل الجامعة اللبنانية نفق الاتهامات والطائفية والمحاصصة السياسية، ومش كل مرة لازم يكون الحل بالهروب من كشف الحقيقة. شو حقيقة اللي عم بيصير بالجامعة؟ منتابع سوا هالتقرير قبل ما نستقبل ضيوفنا.
توازن الطائفي حجر أساس لبناء الدولة العلمانية بلبنان، ومن هون كل مرة بيتعرض فيها الحجر لهزة تعلى صرخة بعض المعترضين. آخر الأحداث بهالإطار صار بالجامعة اللبنانية يلي وبعد تعيين مدير من الطائفة السنية لكلية العلوم الاجتماعية بزحلة بدلا من مدير مسيحي، واعتبار أنه ما في أي شخص كفؤ من الطائفة المخصص لإلها هالمنصب، اجت واقعة رفض أعضاء مجلس الجامعة من السنة لقرار رئيس الجامعة تعيين محتسب عام مسيحية بديلة عن موظفة من الطائفة السنية. وهيك صار فرج عن نزاع الطائفة إلى الجامعة بعد ما علقت أحدى جلسات مجلس الجامعة لهالسبب ومع التعيينات المذكورة لفترة من الوقت. هالحادثة من تعديل طوائف بعض المناصب هي السادسة من نوعها، بتقول مصادر متابعة وجدت أنه ما عم بيتم حماية المسيحيين بالجامعة. كمان يشار إلى أنه عدد من عمداء الجامعة إضافة إلى عدد من مدراء الكليات زاروا رئيس الجمهورية ورؤساء حزب القوات والتيار الوطني الحر بحثا بموضوع الوجود المسيحي بالجامعة. وبوقت ما في قرار أو قانون بالجامعة بيثبت أي وظيفة لأي طائفة أو مرجع، فإن الجامعة هي على مثال الوطن ككل، ومن الواجب الحفاظ على التنوع بتركيبتها الإدارية. بهالفقرة منستضيف دكتور جورج صدقة عميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا فيك دكتور. وأيضا منستقبل الدكتور أنطوان سياح رئيس جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية، أهلا وسهلا فيك دكتور سياح. رح بلش معك دكتور صدقة، من اللي يقال أنه هي القصة الشرارة طلعت بأنه عيننا مدير سنة بدل مدير مسيحي، ولكن الجمر تحت الرماد بالجامعة اللبنانية، الاتهامات بلشت من تعيين رئيس الجامعة رغم أنه هو دحى ضد هيدي الاتهامات، بعد لهلأ ماشي الاتهامات ضده. شو رأيك، هل قد السياسة متحكمة بالجامعة اللبنانية؟ هل قد مش قادرة الجامعة اللبنانية تكون سيدة قرارها؟ مع الأسف إيه، مع الأسف بنشوف السياسيين بيعتبروا الجامعة اللبنانية مثل مزرعة لهم بدهم يحاولوا يستغلوها وقد ما فيهم ياخذوا حصة منها، وما بيهتموا بالجامعة إلا لما بيكون في حصص. لما فئة معينة ما بتاخذ حصة شو بتفيدهم؟ تنتفض بتصير الطالب. شو بتفيدهم؟ عندهم توظيف، عندهم تفريغ أساتذة، عندهم محسوبياتهم بالتعيينات. مع الأسف ما بيهتموا للجامعة. كمان بنجاح الطلاب بيستفيدوا؟ لا ما بعتقد، ما في وسطات. لا لا هن بيحاولوا أكيد، بس أنا بأكد لك أنه الهيئة التعليمية بترفض كلياً، لأنه نحن جامعتنا حريصين على مستواها، ونحن بنفتخر أنه جامعتنا من هالناحية هايدي ما تزال تحافظ على أفضل مستوى. طيب شو صار بزحلة هيك باختصار؟ يعني هل لازم يصير اللي صار؟ هل لازم يمرق مرور عادي؟ يعني أنه مش كارثة أنه يتعين مدير سنة بدل مدير مسيحي؟ وليش هالقد يعني في احتئان لحتى صار في معارضة على الموضوع؟ غدا مع الأسف اشياء كتير صغيرة عم بتشوه صورة الجامعة. كل عمره يتعين مدير من طائفة غير اللي كان قبله، كل عمره تصير. يعني ما كان في ولا عرف من 50 سنة انه يجي مدير من طائفة المدير اللي قبله. ليش هلأ بدنا نعملها عرف؟ بس مع الأسف في أشخاص مستفيدين بالشخصي، عملوا منا قضية، والأحزاب السياسية كمان دخلت هلأ في فترة انتخابات. وأنا بقول مع الأسف انه الجامعة ما بتتحمل انه نحط تعيينات سياسيه او طائفيه بالمراكز الاكاديميه العلميه، والا بضرب الجامعه. مع الاسف هيك عم بيصير. شو رايك دكتور سياح؟ انا رايي انه المشكله مزمنه، هذا اللي حاولت توصفه بالاول، ومتفاقمه، والارقام بتدل عكس هالشيء. شو هي الارقام؟ اول شيء عدد المدراء بالجامعه اللبنانيه 18 مدير مسيحي و31 مسلم. ثاني شيء عدد رؤساء الدوائر بالإدارة المركزية 7 11. نحن ويرتين شيء من عهد الوصاية اللي كأنه صار تقليد عنا وبدنا نضل مكفيين بعده فيه. موروث ما تغير وفي محاولة من بعض الفئات لترسيخه، هذا الشيء اللي نحن بنرفضه. يعني في شعور انه في غبن مسيحي بالجامعة اللبنانية. نعم. وهذا الشعور مستند لهالأرقام، مش بس هالأرقام. شو هالأرقام؟ الأرقام اللي ما حدا فيه ينكرها. يعني نحن عم نقول أرقام لا دكتور جورج زميلنا بالجامعة ولا نحن، بس دكتور جورج عم يحكي عن كفاءة. ايه نحن مع الكفاءة، ونحن بنعتبر في المراكز التعليمية طبعا يعني. ونحن بنعتبر انه الكفاءة هي الشرط الأساسي
وما حدا في يخرج على الكفاءة وعند كل الناس في كفاءات. ما حدا في يدعي ويقول انه هالفئة عندها كفاءة وهالفئة ما عندها كفاءة. هيدا اللبنانية كلهم عندهم كفاءات. نحن مش هون الموضوع. الموضوع انه في سياسة معينة درجت عليها الجامعة نحن مش راضيين عنها. المدربين ملف المدربين من نحن رح اقول ملف المدربين. رئيس الجامعة السابق عين عدد هائل من المدربين 76% منهم من طوائف معينة. الرئيس عدنان السيد حسين. نعم. نعم. طيب هيدا ضرب للتوازن الوطني بالجامعة. ولما بنضرب التوازن الوطني بالجامعة ضربنا أي فئة الكان. يعني مش عم حدد فئة معينة. هيدا بيضعف الجامعة. نحن بدنا أنه كل الناس يكونوا مع الجامعة وبدنا كل الفئات يكونوا مع الجامعة. ما بتشوف أنه مضروب التوازن الوطني بالجامعة دكتور؟ أنا بعتقد من ضوء المعطيات والوقائع أنه منا قصة بس مدير واحد. نعم أنا بعتقد الكل حريص على التوازن. ما حدا ضد التوازن والكل بيقول بده يصحح التوازن. بس أنا أقول في قضايا كتير مهمة أهم من هاي بكتير. مثل مثلا لمن بعد الأبنية الجامعية عنا بعدها شقق سكنية من 50 سنة. طب هالطبقة السياسية اللي عم تفتش توظف هون وهون ليش مش عم تفكر تطور الجامعة تعمل لها مجمعات؟ يمكن لأنه ما عم بيكون في توازن لحتى تقدر الجامعة تنبنى على أسس صحيحة. يمكن لا لا كل واحد عم ما كله بيلحق بعضه. كل واحد بعضه. عم يفتش ياخد حصة. ما حدا عم يهتم بالجامعة يعني كمؤسسة. ما تختلف عن رأيه لدكتور سياح بهيدا الكلام بس يمكن عم تقولهم بطريقة أخرى. لا لا لا, لا أنا بقول أنه الخلاف على شو؟ الخلاف انه الطبقة السياسية بدها حصتها مش هم الجامعة. انا عم اقول في اولوية هو مستقبل الجامعة. يعني الجامعة انت ضد انه اليوم لحتى نكون صريحين نحن اعلم حضرتك استاذنا بالاعلام يعني لازم سلام. نسمي الامور باسمائها. يعني كأنك انت هلا عم تقول للمسيحيين انه بدل ما انتم تشوفوا هيدي الامور الصغيرة شوفوا اشياء اكبر انه ما تتوقفوا هيك بدك تقول لهم. صحيح يعني؟ انا عم اقول لهم الكل حريص على التوازن. والدليل على ذلك انه لما نتفرغ اساتذة اخر دفعة كانوا تقريبا نص بنص. وبالتعيينات اللي عم بتصير هلا مع الرئيس الحالي هو كمان حريص يكون في توازن. انه انا ما بلاقي التوازن بحد ذاته هو اللي بيشكل خطر على الجامعة. بينما التدخل السياسي تخفيض الموازنة السنوية للجامعة كل سنة بيخفضوا لنا الموازنة السنوية. عدم بناء المجمعات الجامعية الطلاب يكون عندهم مجمعات حديثة. هاي الحقيقة بتهدد الجامعة. أنا رأيي أنه في تفاوت بالنظرة للجامعة أينما كانت. بمعنى أنه في ناس كأنه من عملهم أولاد ست وفي ناس من عملهم أولاد جارية. ورح أعطي مثل. نعم. نعمل مجمع بالحدث الفروع الثانية بعد موجودة بأماكن سكنية لا تليق بالجامعة. هالشي هذا من أول ما تأسست يعني سنة 1977 لحد هلأ شو نعمل؟ هذا مطالبة فيه السلطة السياسية كلها سوا مش فئة سياسية معينة. زحلة المجمع اللي الله يرحمه جوزيف سكافرا صد له أرض لحد هلأ ما نعمل فيه شيء. عمين دكتور سياح معمول انه الطبقة السياسية لا تهتم. لا 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 باردون. الجامعة اللي حريصة انها تكون موجودة وين ما كان تلبي حاجات الناس هي بدها تعرف كيف توصل لهالشيء. هذا السياسيين اذا حدا ما حدا بيطلب منهم وبيلح عليهم وبيزعجهم. رئيس الجامعة وين دوره اذا بس السياسيين خلص يعني. ماشي حالك. هلا حضرتك بتعرف انه الجامعة بقيت 10 سنين بلا مجلس جامعة لأنه السياسيين ما كان بدوا المجلس جامعة يمسك شؤون الجامعة. هلأ الرئيس مشي بكلية الصحة بالفنار تيطور مجمع الفنار. تقدم بمشروع مشان مجمع بجبيل مشروع لمجمع بعكار وبالهرمل. حاليا الرئيس الحالي ماشي بمشروع إصلاحي وتطويري للجامعة. بس هل الطبقة السياسية هل حقيقة رح تمشي؟ هل رح تعطيه الموازنات؟ هو كتب لمجلس الإنماء والأعمار كتب لوزير المالية وزير التربية. بس هل هنالك خطة من الدولة اللبنانية إن تطور الجامعة اللبنانية تصير على المستوى اللي بدنا إياه؟ هي السؤال. أنا قبل ما أوصل وأحكي عن اللي قرروا مجلس الجامعة واللي عرضوا رئيس الجامعة وقرروا مجلس الجامعة أنا بسأل سؤال بديهي أبسط من هيك. نعم. طيب شو عملتوا؟ وين صرتوا بمجمع طرابلس؟ وين صرتوا؟ رايحين على عكار وعلى الهرمل لإرضاء
جهات سياسيه نافذه معينه ومجمع طرابلس بتنقل على الجامعه. عم نرجع بنحكي بالموضوع هيدا. مجمع زحله وينه؟ حضرتك عم تدافع عن رئيس الجامعه، ولكن ما كان في يتفادى هالمشكله بزحله؟ شو المشكله يعني؟ ما كان عندنا كفاءه انه يعين مدير مسيحي احتراما لا كمان مشاعر يمكن البعض. صدق انا مش عم دافع عن رئيس الجامعه، انا عم دافع عن الجامعه وهي جامعتي. أنا بأكد لك أنه خيار زحلي أنا مؤمن فيه كلياً، أنا المسيحي مؤمن فيه وبقول مثل ما صار قانوني بالمية مية وأكاديمي بالمية مية، بالعكس اللي عم بعارضوه عم بعارضوه انطلاقاً من مصالح شخصية حزبية وهون الخطر على الجامعة. بس عم بيصير شرخ يعني، هيدا الموضوع عم يعمل حساسيات بقلب الجامعة، عم يعمل شرخ بقلب الجامعة. بس في أشخاص عم يستغلوه بشكل غلط، بتعرفي حضرتك انه طب ليلى نعطي ماده للاستغلال يعني ما زال هيدا واقع البلد، ليلى نعطيهم ليلى نعطي ماده للاستغلال اذا عم نحكي هيك. بتعرفي حضرتك بالبلد بس واحد يرفع شعار طائفي كل طيب يفتح لمن عم يحكي معلش لمن عم يحكي دكتور سياح باعداد يعني بين 31 وبين 18 وبين 11 وبين 7 يعني في تفاوت بالاعداد. انا مش عم بنكر التفاوت بس انا عم اقول المستهدف مش المسيحيين يعني انا بقول لك بالمدربين عم بقول دكتور سياح صحيح بس المسيحيين اكثر من السنه. يمكن لو من هالمنبر عم بيكون في استهداف للمسلمين رح ندافع عنهم يعني طبعاً. عم نعمل نحن نوع من انه تحقيق عداله معينه او توازن لانه واقع البلد هيدا الواقع طائف البلد للاسف يعني. نحن مؤمنين انه يا ريتنا بنطلع من هيدا الواقع. صحيح بس نحن مؤمنين انه الجامعه ما بتقوم بدون توازن والكل طيب. مع المبدا. في معنا اتصال من دكتور عصام خليفه. مساء الخير دكتور. مساء النور على استغادة. دكتور شو رأيك باللي استجد مؤخرا وهي يمكن قصة بسيطة تعيين مدير سني بدل مدير مسيحي، هل هي هيدي القصة اللي أخذت هيدا الضجة ولا في تراكمات معينة أدت لأنه يصير في هيدي المعارضة وهيدي البلبلة بالجامعة اللبنانية؟ أول شيء خليني أحييك وحيي شجاعتك دايما ببرامجك. شكرا لك. وبعدين حيي الزميلين الأصدقاء وكل المستمعين. بدل ما نناقش الخطر على صندوق تعاضد الأساتذة بالجامعة اللبنانية والظلم الحاصل بحقنا بالسلسلة وعدم إعطائنا 18% عم نتناقش في هالأمور. أنا برأيي أصل الخطيئة الأصلية إنه إجا رئيس الجامعة ملفه الأكاديمي يعاني من خلل فادح ومنطلق شيء مش شخصي ولا طائفي. ما هيدي انحسمت الامور على اساس دكتور عصام. ما حدا حسم شيء لانه بين شهادات واضحه وبحلقات تلفزيونيه. خليني احكي واقول لك عده معطيات. نعم. ايه وانا منطلقي من شخصي ولا طائفي، يعني ما عم بحكي ما بعرفه للرئيس ولاني منطلق من اعتبارات الاكاديميه والحرب على تفضل من معايير الشرع العالمية للتعليم العالي وأهمية المساءلة والشفافية اللي لازم تصير بالجامعة اللبنانية. تفضل. هلا يعني في شخص اسمه الدكتور عماد محمد الحسيني. نعم. قدم 5 ملفات لنقابة أطباء الأسنان وزير الصحة والرئيس السابق للجامعة ووزير العدل ووزير التربة والتعليم العالي والنائب العام التمييزي. نعم. هالملفات لم تدرس، لم يأتي القضاء على موقف منها، وبالتالي كان هناك تهديد وتدخل من قبل القوى اللي بدها تهيمن على الجامعة وتعطل الحريات الأكاديمية فيها وتعطل استقلاليتها. يعني هيدا التعيين برأيك هو اللي أثر؟ يعني نحن موضوعنا اليوم كان محدد بالشرارة اللي اندلعت بموضوع تعيين مدير بدل مدير، هل أنت مع أنه نعم؟ ما هي الشرارة نبعة من خطأ من خطيئة أصلية أنه وضع رئيس في موقع في خلل بملفه الأكاديمي. شو العلاقه بين هيدا الامر وهيدا الامر برايك؟ كيف شو علاقه؟ الدكتور فؤاد ايوب رئيس الجامعه الحالي ما معه شهاده الا طبيب اسنان. كل ملف انه معه. طيب تفضل دكتور صدقه. خلينا نشوف رد الدكتور صدقه، حابب يرد على الموضوع. تفضل. مساء الخير دكتور عصام. اهلا. انا بحييك.
أنا بقول مع الأسف دكتور عصام عم نرجع دايما لذات الموضوع، ما بعرف شو فايدته هلأ غير الإساءة إلى الجامعة اللبنانية. رئيس الدكتور فؤاد أيوب، لا لا بالإذن اسمح لي أحكي، اسمح لي أحكي شوية. لا بترد. نعم تفضل تفضل. الدكتور فؤاد أيوب في عنده 10 براءات اختراع، في عنده أكثر من 20 بحث علمي منشور ومعترف فيهم. هلأ كل مرة بنعود لهالموضوع هذا، ما بعرف شو الفايدة منه وشو عم بتقدم حضرتك شي للجامعة. بعتقد هذا بشكل رئيسي عم يضرب المصداقية بالجامعة وعم بيسيء للجامعة. حضرتك لمن بتنتقد التدخل السياسي أنا معك، بس ما نهاجم بالشخصي وعم نفتح ملفات غير صحيحة. هالموضوع بعتقد صار ورانا. يا دكتور إذا غير صحيحة يتفضل الرئيس الحالي. ألو. نعم نعم معنا على الخط دكتور. غير صحيحة يتفضل يقدم دعوة للقضاء، يتفضل يعمل مناظرة مع الدكتور عماد محمد. نعم. الحسيني. نعم. أمام الرأي العام، وأنا معي ملف كامل بترجيك. أنا كل عمري ما اتدخل بالقضاء الخاصة، أنا بعرفك منيح وانت تعرفني منيح، وأنا اللي عم دافع عن الجامعة اللبنانية. هالجامعة 45 سنة دفعت عنها وراسي بتفجر 5 مرات كرمالها. أنا عم دافع عن مستقبله وعن الشفافية فيها. طيب دكتور عصام معلش خلينا سؤالنا اليوم. نعم نعم سؤالنا اليوم إنه هل عدم التكافؤ، هل أنت يعني اليوم عم تنتقد عدم التكافؤ الطائفي بالجامعة؟ نعم. وضع رئيس بغير معايير. طيب خلينا الموضوع الرئاسة الجامعة على جنب، اليوم في موضوع خلل بالتوازن الطائفي بالجامعة، شو رأيك؟ يا ست غادة، يا ست غادة، أنت عم تطرحي ظواهر مرضية، أنا بدي أطرح السرطان من الأساس. طيب ليش قبل كان يعني خلينا نشوف أنه بمراحل سابقة بالجامعة اللبنانية، معلش لو أنه بدنا نجي نحكي بمشكلة ممكن أنه يكون معك حق فيها، ولكن بمراحل سابقة بالجامعة اللبنانية كان أفضل الحال؟ هل كان أفضل الحال من اليوم؟ يعني ما بدنا نحط كل المشاكل بس بشكل. نعم. زهير شكر. نعم. أنا متداوم بالشورى. نعم نعم. وأنا مواجهة مع الدكتور. يعني ليش بدنا نلخص كل المشكلة بالدكتور أيوب؟ ما قبل كمان كان في مشاكل. أنا نعم. عم أقول. نعم. في ملف أكاديمي. في شبهة. طيب عدا الملف الأكاديمي، عدا الملف الأكاديمي اللي استجد هلا، أنت شو رأيك فيه تحديداً اللي استجد بموضوع؟ أنا برأيي يجب. نعم. الحفاظ. نعم. أنا علماني. نعم. ولأني علماني. نعم. اتدربت عيد إدمون نعيم. نعم. لازم يكون في توازن الأكفياء في الجامعة اللبنانية. شكرا لك على هالأمل. نعم نعم. دقيقة وكل فضل. خلل بيصيب التوازن على قاعدة الأكفياء. نعم. وضد مصلحة الوطن وضد المواطنية وضد الجامعة اللبنانية. فبالتالي أنا بدعي الدكتور فؤاد أيوب إلا. نعم. مناظرة مع الدكتور. نعم. عماد محمد الحسيني. نعم. وكل واحد يرد ملفات. ايه بس دكتور انا يعني انا مع احترامي لهيدا لرايك بهالقضيه وللقضيه بحد ذاتها، بس نحن اللي عم نحكي نعم. شكرا لك. وبعرف. نعم. كل الناس تعرف بعضها هون. نعم نعم. إيه؟ نعم. بكل الأحوال يعني يمكن بدها حلقات أنه نرجع نحكي بهيدا الموضوع. هل برأيك لازم نرجع ينحكى بموضوع؟ تفضل. أول شيء دكتور عصام خليفي ما له حق يحتكر الدفاع عن الجامعة اللبنانية. كلنا أولاد الجامعة اللبنانية وكلنا حريصين عليها وكلنا عم نناضل تنحافظ عليها. بس ما حدا قال أنه ما يحتكر. لا ما هو بيعتبر حاله أنه هو المدافع الأول عنا وله 50 سنة بالنقابة. كلنا نقابيين، كلنا أكاديميين والجامعة على ضميرنا. كل ما يجي رئيس جامعة دكتور فؤاد أيوب قالوا ملفه مش كامل، دكتور عدنان سيد حسين قالوا ملفه مش كامل، دكتور زهير شكر قالوا ملفه مش كامل. إنه هالنقاشات اللي هي بالجو واللي هي في كتير قضايا منها بتكون ذات أبعاد شخصية أو سياسية أو تصفية حسابات. أنا بدعي المنتقدين إنه يناقشوا على الإنجازات، بس ليش على المشاريع. ما تقدم بدعوى قضائية دكتور أيوب إذا كان إنه ليش بده يترك هالحكي إنه الاتهامات بعدها موجودة؟ ليه ما تقدم بدعوى؟ إنه بنوصل لوين ست غادة بعدين؟ بنوصل لوين؟ خليني أقول شغلة إذا بتريدي. في أمور القضاء لازم يحسمها. نعم. إذا صار في دعوة نحن ما بيعود لنا حق نتدخل بهالأمور.
وأنا برأيي أنه ما ندخل على أمور القضاء الأساسي هو راجع له، هو اللي بده يحكم. نعم. نحن مين نحن حتى نحكم؟ طيب اليوم شو عم بيصير بقضية زحلة؟ هل في يعني اتصالات لحل هيدي المشكلة اللي بعدها لهلا ناس بيقولوا عم تنحل، ناس بيقولوا بعدها عالقة؟ على علمنا ما صار شيء بالموضوع، وبعده في ناس مش قبلانين باللي صار. وأنا بحب أني أوضح هون، مثل ما الدكتور عصام خليفة قال، كل ضرب للتوازن في الجامعة هو ضرب للتوازن الوطني. نحن بدنا التوازن الوطني، ومنشان هيك عم نطالب. وسبقها في إشياء سبقتها، شو عم بيصير بهيدا قضية زحلة؟ خلصت. وإذا بيرجع الرئيس عن قراره بيكون ضرب للجامعة. بعد ثلاثة أشهر، بعد ثلاثة أشهر في تعيينات لحوالي 40 مدير بالجامعة اللبنانية. التعيينات الجديدة أكيد بنعمل توازن من دون شك، ما حدا ضد التوازن، والرئيس مع التوازن، بس مش توازن على حساب المستوى الأكاديمي. ما إلى قيمة الجامعة إذا أعطيت التوازن من دون مستوى أكاديمي. يعني للأسف مثل ما قال الدكتور، إنه مثل ما حكينا عن صندوق تعاضد القضاة، كان لازم نحكي عن صندوق تعاضد أساس الجامعة، عن سلسلة الرتب والرواتب بركة بفقرات بحلقات لازم حلقة تانية عن صندوق التعاضد. إن شاء الله. لأنه مثل ما القضاة عندهم صندوق تعادل، الأساتذة عندهم صندوق تعادل. نتمنى عليك أنه يتخصص حلقة لصندوق تعادل. شكرا لك دكتور سياح. شكرا لك سيد غادة. الجامعة اللبنانية عندها كثير ملفات تنتظر قرار بالسلطة السياسية. يعني كمان إذا السلطة القضائية ناطرة السلطة السياسية، السلطة الجامعة اللبنانية، كل الناس ناطرين السلطة السياسية، وإن شاء الله هالسلطة السياسية بس تسمع. يعني بس في مقتضيات للوفاق الوطني وللمشاركة الوطنية، هي كلنا سوا بدنا نلتزم فيها قبل أي شيء تاني. أنا بدي أشكركم. كمان في شيء حلو منحب نضوي فيه بعلم وخبر، رغم ملفات الفساد والمشاكل والقضايا الحقوقية والمطلبية، أنا بدي أشكركم. لحتى ننتقل لموضوع تاني هو عن مرتبة لبنان بالذكاء عالمياً، اللي لازم تكون متقدمة أكتر، ولكن عم يحصل على المرتبة 100 حسب دراسة تمت مؤخراً. شو السبب وجود لبنان بهيدا المرتبة على الرغم من تصديره للأدمغة؟ تقرير ومنتابع الفقرة بعد ما نودعته فيه. اللبناني ما بتنتهي أبداً على الرغم كل الصعوبات والتحديات، وبجولة سريعة نستعرض بعض المتميزين اللبنانيين اللي رفعوا اسم بلدهم بالعالي. شارل عشي، عالم الفضاء اللبناني ومدير مختبر الدفع النفاث بمحطة الفضاء الأمريكي ناسا. ماكسيم شعيا، متسلق الجبال والمغامر من الطراز الأول، وصل إلى الأفرست وبعده عم يتحدى حاله ويتحدى أعلى القمم. فيكتور سعد، أحد أبرز رجال الأعمال اللبنانيين ونائب مجلس إدارة شركة سابيس للخدمات التعليمية. الدكتور رندا عقوري، أول طبيبة بتنجح بإجراء عملية زرع رحم بالسويد. وغيرهم كتار من اللبنانيين اللامعين بمجالهم وبمعظم الأحيان ببلدان الاغتراب. وضمن لائحة ل 128 دولة، حل لبنان بالمرتبة 100 بدراسة لمؤشر ICI لقياس قدرة الدول على الاستفادة من اقتصاد المعرفة، ما يعكس عدم اهتمام دولتنا بالطاقات اللبنانية واضطرار معظم المتميزين للبحث عن مكان آخر من أجل تحقيق أحلامهم والحصول على التقدير اللي بيستحقوه. بهيدي الفقرة بنستقبل دكتور معنا، دكتور توني تنوري، أهلا وسهلا فيك. وأنت رئيس قسم جراحة العمود الفقري بجامعة بوسطن، أهلا وسهلا فيك. وحضرتك من اللي ببيض وجه لبنان، واللي يعني كمان معبرين عن الدماغ اللبناني لوين بيوصل بالمطرح اللي هلا نحن رح نعترض فيه على تصنيف لبنان بدرجة 100. يمكن لازم يكون بدرجات متقدمة أكثر بعد ما نشوف الصب الصغير الشاب الحلو اللي معنا، اللي هو بطل العالم بالحساب لسنة 2015 و2016، جابرييل أبي سعد. أهلا وسهلا فيك جابرييل. أدي عمرك جابرييل؟ 10 سنين. اسم الله عليك. يعني عن جد لما بنشوف جابرييل أنه هو بطل العالم، ليش بس لبنان بالدرجة 100 بالذكاء؟ دكتور شو رأيك؟ أكيد غلط. يعني أكيد غلط.
أول شيء أنا فخور إنه ما قاعد معه نفس الطاولة، هذا فخر لي. واتفقت أنا وياه يصير فيسبوك فريندز، لأني بعدين ما هيك، بس ما معه وقت للفيسبوك. بعتقد إحنا عنا منهج، مفروض نقدر نكون عنا منهجية وتسجيل لبراعاتنا، وهذا ساعتها بنقدر ساعتها نقدمهم. لا ما بعرف شو أي هيئة، أي هيئة بالضبط. إنما أنا بأكد لك إنه أنا عايش بأمريكا، وفي كتير أطباء مثلي أو مهندسين أو محامين أو لبنانيين، كلهم عندهم بارعين وعندهم براءات اختراعات وعندهم كله. يعني لازم الدولة اللبنانية تدافع عن تصنيف لبنان، يعني لازم مرجع بالدولة اللبنانية يبحث بهالأمر، بأمر تصنيف لبنان بالمرتبة 100، ولكن يمكن مش فاضيين. بعتقد وكمان في شغلة إنه نحن أغلبيتنا وقت اللي بنكون بالخارج عم تتصنف هذه من ضمن الدول المضيفة، يعني يمكن أنا براءات اختراعاتي هني مسجلة بأمريكا، تعتبر براءات اختراعات أمريكية ما تعتبر لبنانية، ونفس الشيء المهندس اللي عنده براءة اختراعات وغيره وغيره. يعني هو يعني لازم توثيق براءة الاختراع والإضاءة أكثر على الطاقات والإنجازات اللي عم بيقوموا فيها اللبنانيين بالعالم لحتى تتقدم مرتبة اللبنان. هني موثقين، لأنه اليوم ما في يكون عندك براءة اختراعات إذا ما كانت موثقة، بس موثقة هي ضمن مثل الريجستر الأمريكانية. مش عم تتوثق من قبل لبنان. مزبوط. مش عم تتقدم من قبل يعني لبنان. لازم يكون في حضانة للبنان من وزارة، ممكن وزارة الثقافة، ممكن أي وزارة تانية. لازم يصير في مثل اليوم في عندك الشخص ممكن يحمل جنسيتين، جنسية لبنانية وجنسية أمريكانية. لازم يقدر يوثق الاختراعات أو الابتكارات بالبلد المضيف وبالبلد الأصل. وهذا ساعتها انا باكد لك انه المعادله اللي بتروح تاخذها انت كنت تعرفه تسمع عنه لجابرييلا. انا بسمع، بشوف على التلفزيون وبشوف ان بيعملوا الحسابات. بالفعل مبهره، وما بعرف كيف بيعملوها، بس بهنيك جابرييلا. بدي اسالك اكثر عن اختصاصك دكتور، ولكن جابرييلا انت من اي عمر بلشت تدرب حالك على الحساب؟ انا بس كان عمري 9 سنين. وزعوا بروشورات عن ليوسي ماس بالمدرسة. أخذتها للماما، قلت لنا مين بيحب يفوت بين أنا وإخواتي. أنا حبيت فوت. جربتها، حبيتها. بس بسنة هلأ أنت عملت كل هالشغل وأخذت كل هالزواج؟ هي تالت سنة بالليوسي ماس. أخذت سنة بطولة العالم بالهند وسنة بدبي. كنت بالهند حاسس في ناس عم بتخاف منهم انهم هن يقدروا ياخذوا البطوله، ولا كنت كثير هيك واثق من حالك؟ بين الاثنين ما فينا نكون واثقين 100%. قديش بتقعد هيك تشتغل على حسابات كل يوم؟ هن كم ساعه؟ حسب، يعني مينيموم ساعه، ساعه ونص. والحساب عم ياخذك من اشياء ثانيه، ولا انت شاطر كمان بكل المواد؟ لا انا بجيب ديسات معين على البلتان بكل شيء. برافو دكتور توني تنوري، شو يعني التميز الطبي اللبناني بالعالم؟ كيف فيك هيك تعطي شوية صورة عنه باختصاصك أو باختصاصات تانية؟ شوفي، وين ما بتروحي بأمريكا أو بأوروبا أو بالخليج أو بلد تاني، بس يعرفوك حكيم لبناني، يعني تقريبا انت عندك في صيت جيد، يعني 100% في بيديجري، في بيديجري معينه، انه بقول لك اه يا لبناني. ما في لحد هلا اني بكل صدق ما سمعت اي طبيب عم يسال عن عم يحكي عن طبيب تاني لبناني الا ما بيكون بيقول لي. بتقدر تخبرنا شوي عن انجازاتك وبراعتك بهيدا الاطار؟ لا انا تسنى اللي كنت بعدي تلميذ بجامعه يونيفرسيتي اوف فيرجينيا، وكان في الاستاذ تبعه اللي عم بيفرجينا سيستم جديد، وهي كله بيتمحور حول كيف تنعمل عمليات العمود الفقري، ديسك وغيره، من دون شق كبير بطريقه تقليديه. ففرجاني سيستم معين وقلت له انا انه ما عجبني. قال لي ايه فيك تعمل واحد احسن منه. قلت له انا وهيك صارت لي يعني بلشت بتحدي معين، وصرت كل يوم كل يوم كل يوم روح فكر فيها، فكر وانا نايم كيف ممكن تنعمل العمليه بلا ما ينشق الظهر، وصير ارسم رسمات وبس صار عندي شوي تقريبا تصور معين
للطريقه المينيمال انفيزيف او من خلال تداخل جراحي محدود. صرت كمان قصص لعب اولادي ولزقهم بعضهم بلاستيك لعب وهيك. وثلاث اشهر لبعدين كان في مسؤول جاي من شركه جونسون جونسون وعم بيزور الجامعه عم بدي يعملوا مشروع وهيك بلشنا. هي خلاصه اغلب الابتكارات تبعولي هي او برقه الدمي هي انه كيف نعمل عمليه الظهر اما تثبيت فقرات او تحرير اعصاب او تجليس اعوجاج ظهر معين من دون جراحه من لا في جراحه بس من دون الشق التقليدي وفتح عضلات الظهر من دون الجراحه التقليدي يعني بطريقه جديده هي بتصير عبر جروح كثير صغيره وبنفوت وهيك بضلوا العضلات وسالمين بلا ما في ريسك يعني في ريسك قال يعني اليوم ما في ولا تداخل جراحي ما في ريسك بينما ريسك انه الانسان ينزف هو اقل بكثير ريسك انه الانسان المريض يلتهب وجرحه من اول من يعني تبنى هال ابتكارات هيدي وبلش يشتغل فيها هي إن انا كنت محظوظ انه شركه جونسون جونسون اكبر شركه بالعالم تبنتها باول شيء اخذته مني اول ثلاث اختراعات كنت بعدني تلميذ بعدني يعني بعد ما خلصت الفيلوشيب وبلشت اتطورها وسنتين بعد سنتين طبقناها اكيد على الكدافر وكله على الجثث البشريه وبعدين انطلق المشروع بالعالم كله هلا اكيد في شركات كثيره غيرها عم هل بلبنان عم يعتمدوا هيدا انا يعني كان عندنا مؤتمر كثير كبير الجمعه الماضيه هي خلصناه من يومين وهيدا كان احدى تعتبر حالك اخذت حقك من وطنك بتقدير هالانجازات او هالمكان اللي وصلت لك انا اخذت حقي من وطني باشياء كثيره اول شيء مجرد ما يعطيني الجينات تبعولي والتربيه هذا اول شيء قسم كبير منه يعني جينات الذكاء اللبنانيه بعتقد يعني بعتقد نحن يعني ما عندنا خوف من التحدي يعني هذا الشيء اكيد ما عنده اللبناني ما عنده اي خوف والتربيه تبعولنا كمان ساهمت وهذا كله جاي من ضمن الوطن اللي قدمنا الوطن هلا اكيد يعني اليوم بتشتغلي انت برا بامريكا نعم. باوروبا عندك مجالات اوسع بس الحياه منا بدي بقدر اطلب منك انه هيك نشوف جابرييل شوي كيف قادر هيك نذكر الناس بقدرات جابرييل بالنسبه للحسابات اللي صعبه كثير واللي هو قادر يجاوب اجابات سريعه عليها اوكي جابرييل يلا اعطي شوي هيك اذا بدك تساله كم سؤال هيك بسرعه هلا ني مالتيبليكيشن 6 تايمز 345 6 تايمز 345 بيرفكت 6 تايمز 590 3540 او ماي جاد هلا ديفيجن 250 ديفايدد باي 5 550 هادي هاني 5824 divided by 8 728 4840 divided by 5 968 شو بتقول له لجابرييل دكتور؟ أنا بقول له أنا بدي هني أهله فيه كمان أنا بقول لجابرييل يعني نيال البطن اللي حملك نيال أهلك نحن فخورين فيك بنيال وطنك فيك لبنان والدول العربية كلنا فخورين فيك وشو بتقول للي عم بيصنفوا لبنان درجة 100 عم غلطانين قدي لازم يكون لبنان أي درجة برأيك بناس مثل جابرييل لازم يكون الأولي بناس في بالعالم يعني حدا بهالعمر يعني عن جد قياسا لحالة جابرييل لازم هو يكون بطل العالم ويرفع بطولة لبنان للدرجة واحد بالذكاء بركة 100% أنا بدي أشكركم على هيدي الفقرة شكرا لك دكتور تنوري وشكرا كبير لك جابرييل ونحن عن جد بيكبر قلبنا فيك وإن شاء الله الله يحميك يا رب وإن شاء الله بترفع اسم لبنان أكثر وأكثر وبدي أقول للسياسيين أنه عن جد يشوفوا هالطاقات اللي عنا ويحاولوا انه يضووا على القدرات اللبنانيه ويحاولوا انه يستفيدوا من هالقدرات لبناء البلد يعني عن جد ويخففوا شوي هيك من الخلافات والطريقه اللي عم يحكوا فيها هيدي البلد فاصل اعلان ومنتابع حلقتنا مع فقره كثير مهمه فقره بيئيه ومعنا فيها وزير سابق بتحبوه خليكم معنا بعد الفاصل
موعد سنوي مع الحرائق وعجز مزمن لحل المشكلة اللي ما قدروا يحلوها أهل الخير لما تبرعوا تشتروا طيارة إطفاء الحريق حتى يضل لبنان في شوية خضار. لبنان اللي كان أخضر عم يستغيث، يا سمعين الصوت، ولكن مين عم يسمع؟ تقرير ومنرجع منرحب بضيوفنا. ٣٣% فقط هي نسبة الأحراج والغابات بلبنان، فيما عدد الحرايق بيرتفع سنوياً بالغابات. عام 2015 كانت 14,515 حريق، وارتفعت بال 2016 ل 16,190 حريق. أما هالعام وببداية موسم الحريق وصل عددها ل 2899 حريقة بين أعشاب ونفايات وأشجار مثمرة وأحراج ومزروعات. الحرائق بغالبيتها هي من صنع الإنسان، عادة بتكون أو عن قصد أو عن غير قصد. في عوامل بتأثر سلباً أو إيجاباً بموضوع حرائق الغابات. في تعميم سبق وصدر عن معالي وزير الداخلية للبلديات، الإعاز للبلديات لشق مسالك بالأحراج لحتى لتسهيل وصول آليات الدفاع المدني لكل البقع ليقدروا يطفوا في حال ولعت النار بأي مطرح. هي واحد. اثنين، كمان بموضوع تأمين مأخذ للمي، يا مأخذ للمي أو برك طبيعية، برك اصطناعية، بتسهل الموضوع علينا. لأنه اليوم بدل ما الآلية تبعنا تروح نص ساعة روحة ونص ساعة رجعة أو أكثر ببعض الأحيان لتعبي مي، فرق ما يكون المي على 5 دقائق موجودة تقوم بالمهمة ذاتها. موضوع الطوافات هو موضوع كل شيء بعالم الطيران بده صيانه، يعني القطعه غيار في إلا عمر او يعني انا مني تقني طيران، ولكن الطيارات يلي اجوا كانوا معملهم منفوضين واجا معهم قطع غيار على فتره معينه، خلصت هيدي الفتره وبالتالي استهلكوا هالقطع الغيار اللي اجوا معهم، هلا صفينا بحاجه لقطع غيار جديده، ولكن نحن يعني هودي بحاجه لصيانه، صيانتهم كلفتها مرتفعه. بتجربة سنة 2007 اللي هي كانت كارثية على البلد، الحكومة أطلقت وقتها حملة الحرقة بالقلب، وكان يفترض بعد هاي الحملة أنه في استراتيجية كاملة المجلس الوزراء أقرها، وهذه استراتيجية بتحدد أدوار جميع الأطراف بمكافحة حرائق الغابات، لأنه حرائق الغابات ما بكفي أنه يكون في دفاع مدني عم بيطفيها. بتبلش القصة من حارس الغابة، من المجلس البلدي، من وزارة الزراعة اللي بتعطي أوامر بالتشحيل والتنظيف، لوزارة البيئة اللي بتراعي دايماً المعايير اللي بتخلي الحرائق تكون أقل، وأكيد للمواطنين اللبنانيين. هالشي نتج عنه مفترض شبه جهوزية بحالات الحرائق اللي عم تتكرر ما عم نشوفها بالمستوى المطلوب. نحن كل سنة رح نكون عنا استحاء كبير مع الحرائق، لأنه عوامل المناخية وتغير المناخ، الحرارة المرتفعة مع هبوب رياح عم تؤدي لكوارث بالمناطق ولا امتداد للحرائق لمئات الهكتارات. لبنان الأخضر الحلو بحاجة لكل الجهود للمحافظة على ما تبقى من أخضر وما تبقى من جمال وغابات. نستضيف بهالحلقة وزير البيئة السابق محمد رحال. أهلا وسهلا فيك مع الوزير. كنت وزير من 2009 ل 2011. هلا رح نسألك عن هيدي الحقبة وموضوع الحرائق واللي مستمر لهلا. وأيضا معنا دكتور جورج متري، مدير برنامج الأرض والموارد الطبيعية بجامعة البلمند. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. بالبداية، شو دور وزارة البيئة طالما الحريق عم بيزيد وطالما النفايات عم بتزيد وطالما بتجربتك هالسنتين بالوزارة بلشت بخطوات يمكن ما استطبعت ما استكملت، ولكن انه شو الجدوى من الوزارة؟ يعني صرنا بدنا نقول هيك، وكنا حابين مع الوزير الحالي انه يكون ضيف معنا، هو رفض، ما بعرف عنده اسبابه، ولكن ليش؟ باختصار، وزارة البيئة هي اكثر وزارة تشريعية، هي وزارة من دون صلاحيات تنفيذية. يعني هي ما عندها أموال لتنفذ مشاريع. اليوم بتشوفي المشاكل البيئية منتشرة بكل القطاعات بالبلد على كل المستويات، من النفايات للمياه المبتزلة للحرائق الغابات. موازنة وزارة البيئة وعدد موظفينا اللي هلأ حاليا ما بتعدى 85، وقت اللي كنت كان 45، وموازنتها ما بتتعدى 10 مليون دولار اللي هي بتروح رواتب وأجار مباني وما إلى ذلك.
وبالتالي ضعف خلينا نقول الثقافة السياسية البيئية بالبلد حجمت على مر هالسنوات كلها وزارة البيئة بهذا الحجم، وبالتالي بتلاقي أغلب الصلاحيات التنفيذية بمعالجة أو هذه المشاكل البيئية إن كانت حريق أو غيرها موجودة بوزارات أخرى. يعني محسوب علينا وزارة بالاسم كأن مهلا أنا أقوله كنا عم نحكي الحقيقة. كان في صراحة وجد أيام الوزير موسى نحط بال2001 بعتقد مبلغ للتحريج لإعادة التحريج بلبنان، وقت اللي كنت تم استعمال جزء كبير من هذا المبلغ مع البلديات. الوزارة ما بتقوم مباشرة، هي بالتنفيذ تعمل عقودي مع البلديات، البلديات بتستلم المصاري وبتقوم. تم تحريج أكثر من 10 مليون متر مربع بكافة مناطق عم يرجعوا يحترق قدهم هلا بقولوا هذا كدور وزارة قدرت تعمل هذا البرنامج على كذا سنة، دعمت من كل بكل التفاصيل ودعمت لسنتين ثلاثة لقدام صقاية ونواطير للأحراج وما إلى ذلك. اليوم أنا كثير من القرى اللي بعرفهم بعدين بشوفهم وبشوف هذه الأحراج بعدها ماشي وبعدها ما لها، لكن مثل ما عم تحكي هلا كان عم بيخبرني الدكتور بأنه الحرائق هي أكثر بكثير من التحريج. وزارة الزراعة عندها هي موازنة للتحريج مثل ما كان عم بيحكي الأستاذ بسام وغيره، لكن برضه برجع بقول إنه هذا غير كافي. يعني النار عم تسبقنا، هلا صحيح. رح نرجع النار عم تسبق أي إجراءات أو صحيح. أي علاج. المشكلة أنا برأيي الأساسية والكبرى والمعالجة، يعني أنا برأيي الوقاية أفضل من العلاج. يعني قبل ما نفكر مثل ما عم نحكي بالطيارة ونفكر بالدفاع المدني ونفكر كيف ما نطفي، خلينا نفكر كيف ما نحمي اللي موجودين عنا. من هون أنا رأيي بعد خبرتي يعني بالموضوع بس نقطة، لازم يتبلش من البلديات. البلديات هي المعنية الأساس بهذا الموضوع بأمور بسيطة بكلفة بسيطة بتقدر أنه توفر حريق. هلأ رح نشوف رأي رئيس بلدية علي اللي كمان عم بيكون فيها حرائق، ولكن بقبل خليني أسأل دكتور متري أنه ليش هالقد مش قادرين نلحق النار؟ يعني اذا النار عم تسبقنا بهالشكل، وقديش عندك هل عندك ارقام معينه كمان نضيفها على التقرير اللي ذكرني؟ اي نعم. للاسف الحريق عم بتكون بوتيره متصاعده كل سنه. فتره موسم الحريق مرات عم تمتد لاكثر من 5 إلى 6 أشهر، بينما بالماضي كانت تنحصر ب3 أشهر. في كتير تغيرات صارت الحريق الا اسباب مباشره وغير مباشره. إذا بدي أحكي عن الغير مباشر، أغلبية الأراضي عنا الحرجية متداخلة مع الأراضي الزراعية. المزارعين وقت ينطفوا المخلفات الزراعية بيولعوا بيستعملوا النار وبتمتد بشكل سهل النار للغابات. من الأسباب الغير مباشرة هي فترة الجفاف الطويلة اللي عم بتصير عنا، وبالتالي الجفاف أما الكتلة الحيوية بنسميها بالغابات عم بتجف وعم تولع. كمان في سبب مباشر هون هذا بدي ركز عليه، هو تغيير بعاداتنا. نحن بالزمانات ما كنا نسمع حريق، عم بحكي باكثر من 40-50 سنة ما كنا نسمع بحريق كبيره. هلا عنا حريق بتمتد لفتره 3 أيام و4 أيام وعم يكون في صعوبه، لانه صار في عنا اهملنا الغابات، بطل في عنا صيانه للغابات. قبل كانت كل الصناعات التقليدية تعتمد على الأخشاب اللي بتطلع من الغابات، كانوا ينظفوا الغابات، كانوا يشحلوها يعتنوا فيها لأنه كانوا يستفيدوا منها. للأسف حاليا الغابات صارت أراضي مهملة. في عامل يقال أنه في ناس كمان بسبب الفقر بسبب التعتير وغلى وسائل التدفئة عم بتقطع الأشجار، بتقطع أشجار لحتى تتدفى. نعم، وهيدا وخصوصا بالأراضي اللي تعتبر جردية عم بيقطع، عم يصير في قطع لأشجار معمرة، يعني أشجار ما فينا نعوضها بالشتلة اللي عمرها سنة وسنتين، لأنه هيدي أشجار عمرها مئات السنين. عم بيصير في تعدي على الغطاء، وهذا الشيء عم بيأثر كمان على تراجع الغطاء الحرجي اللي هو بشكل تقريبا 13% من مساحات لبنان، وعلى تراجع مش بس بسبب الحريق، بسبب التمدد العمراني، الكسارات وغيره، والقطع الجائر والراعي الجائر ببعض الأحيان عم بيؤدي لتراجع هذا الغطاء الحرجي. هلا من الأسباب المباشرة هو الأسباب اللي لها علاقة بتوليع النيران، يعني هون عندنا مصدر للنار، يعني عندنا مكبات نفايات عشوائية عم تتولع جنب المناطق الحرجية، يا في عنا توليع مثل ما قلت بسبب تنظيف الأراضي وعم تمتد هالنيران، يا بالألعاب النارية. هلأ بآخر فترة شفنا كثير حرايق صارت بسبب الألعاب النارية وعم تشكل حرايق، يا عن قصد. مرات كثير عنا هذا السبب، يعني ناس بتولع عن قصد لعدة أسباب، هون ما بدي فوت فيها، بس في كثير من الأحيان مرات بعض الأشخاص عم بيولعوا عن قصد تيصير في ضرر معين بالغابات.
للأسف بعض الغيبات عنا، برجع بذكركم إنه منا كلها أراضي عامة تملك الدولة، في أراضي خاصة. يعني حتى يرجع يعمروا فيها. طيب يعني عم بتغيروا وجهة استعمالها، تيمدوا طرقات. رح أرجع لك مع الوزير، ولكن معنا باتصال رئيس بلدية علي سيد وجد مراد. مساء الخير. يا هلا، مساء الخير. علي، دائما بنسمع بحرائق بمنطقة علي، هل أنتم عم تقدروا ترصدوا الأسباب؟ هل عم تقدروا يكون عندكم يعني دور للوقاية قبل؟ وشو عم بيصير؟ أول شيء بدي حييك. شكرا على برنامجك الحلوة وعلى الصدق بالبرامج، بس أنا بدي أحكي. ينقص الخبرة بعد الأيام بالتعبير وبكل شيء. دائما بقولوا الحرائق بعلي. علي في مدينة علي اللي أنا برأس بلديتها، وفي قضاء علي. نعم. يعني بيصير بآخر القضاء بيقلك بعلي. حقيقة الحرائق اللي صارت منا بمدينة علي، هي بقضاء علي بعين السيدة عين الرمان صارت. بس أكيد نحن نتدخل ونودي إطفائياتنا. نعم. ولكن إذا بدنا نحكي الحقيقة، الحق على وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الداخلية، أنا ما بخاف منهم كله. ليش الحق عليهم؟ لا عيد اللي صار بموضوع الزبالة هودي طلعت ريحتكم، كمان حق عليهم، حق على الكل. ليش؟ ضربوا ببعضهم كلهم، ما عرفنا حلينا مشكلة النفايات. كبوها على البلديات، ما لها علاقة فيها البلديات، كانت عم تدفع لسكلين. خلونا نعمل تمرين، ما عرفنا وين ما نحط زبالتنا. الزبالة اليوم عم تنكب شمال ويمين، القزازي بتولع حرش، بأشعة الشمس بتولع حرش، السنيتة بتولع حرش. بدهم حل. أنا مثلا بعلي، يعني قصدك ورق الألومنيوم يعني بيولع حرش، بيولع حرش. القزازي ضربت الشمس كمان بتعمل نار بتولع. هيدا سبب رئيسي. اليوم وين رحت الزبالة بأغرب الضياع؟ رحت بالودية على السواقي. شو عم بصير؟ ردم صحيح. طلعت ريحتكم، ممنوع تعملوا، ممنوع تسووا، ضاعوا، ما عندنا عرفنا ونني، والدولة ارتاحت ثبتها على البلدية. طب هلا انتم شو؟ نعم بعد هو الوزير البلديات شو البلديات؟ شو عندها امكانيات البلديات؟ هلا بحكي بقول لك شو اصاب بالبلديات. خليك معنا استاذ وجد، تفضل. لا رئيس، انا اصاب بموضوع حرائق الغابات ببعض البلديات، انه بموضوع مثل ما قلنا من اول الرعايه، موضوع التنظيف تحت الشجر، موضوع منع انه ينعمل بيكنيك ورحلات وتوليع حطب بقلب الحرش. يعني بعض الامور الوقائيه ممكن تعملها البلديه بتقدر تمنع من حريق غابه. انا بعرف كثير من البلديات بالاخص الجرديه موازنتها ضعيفه، ما عندها مؤسسات، ما عندها جبايه. انا عم بقوله انه وقايه باقل كلفه ممكن، يمكن يقدر شويش بلديه يعملها بيقدر يحميك من انك تحمي حرش. انا هذا مقصدي رئيس بموضوع البلديات، وانت بتعرف البلديات بقانونها هي معنيه بهذا الموضوع، هي مسؤوله عن هذا الموضوع. بموضوع النفايات هذا موضوع اخر، انا يعني بطول شرحه. نعم. بتحب تدفش؟ تفضل. انا بموضوع النفايات بالذات، نعم، ما هو حق، لان البلديات ما عندها الشرطة. نحن كمدينة علي، نعم، بنساعد بلديات الوجارة بالشرطة. نعم. يعني نحن بنحسبهم بعلي، بنحطهم باليوميات. اصلا نحن ما في قانون اليوم ان نوظف شرطة، عم بيعطونا يومين شهرين وعشرين للأسف يوم. يعني للأسف. نعم. امر من الوزير، بدك 50 عم بيعطيك 30. طيب في بلديات ما عندهاش جبايه اساسا. طب شو الواقع الحرش بعلي اليوم؟ يعني قديش فينا نقول انه نحن اخذنا عليه يعني كمثل؟ نعم. لانه كمان بكل المناطق في حرائق. نعم. تفضل. كان سبب هو الفرقيع اللي هو باحد المنتجعات بعين السيد، طلع الفرقيع واجى بالحرش. حرش صار من وقت ما انتهت الحرب من 96 لليوم عم بين مسار خضار ورهيب 27 سنة. حرام يعني. قضى عليه بثلاث أيام. نعم، حرام. شيء ببكي. طيب إطفاء الحرائق، الجهوزية كمان، الجهوزية إطفاء الحرائق، يعني قديش في عنا نقص بهالموضوع؟ أنا بدي يسمعني حدا بالدفاع المدني. نعم. معلش، كل إنسان يقوم بواجبه بالحرف الواحد، المسؤولين يتفضلوا يجيبوا للمنطقة عليها 72 ضيعة، يجيبوا لها إطفائيات. نحن اشترينا البلدية الإطفائية وسلمناها لإلهم. نعم. نحن اللي ندفع أكل وشرب شباب الدفاع المدني اللي بروح على الحرائق بلدية علي تدفع لهم. ما في واحد موظف، كله يا عم مقدمين نفسه تقدمي.
والله حرام. شو هالواقع عن جد عم نحكي فيه. نعم نعم. حبيتوا للبنان ما بروح بيخدموا شباب بس يتركوا الحبل. نعم. نحن في ثلاثة منهم حطوا أسمائهم باليوميات حتى يخدموا يقدروا يعيشوا عيالهم هاو. ما فينا نستغني عنهم. يعني الواقع اللي ما بينحكى بكل تفاصيله في عنا مأساة بكل على كل الصعد. نعم. لازم نقعد نحكي صراحة. نحن اليوم بمدينة علي ما بقى نحمل موضوع الزبالة. أنظف بلد بلبنان هي علي. نعم. أنظف البلدات. عم نجمع الزبالة بمكان ما. يعني حضرتك حطيت يعني سبب رئيسي واكيد معك حق. انا بدي اشكرك استاذ وجدي. شكرا لك دكتور. يعني اللي عم بيحكيه منطقي. يعني ما في امكانيات دفاع مدني ما عنده جهوزيه. النفايات عشوائيا عم تنرمى. انتوا اليوم يعني شو دوركم؟ هل ممكن انه تتعاونوا مع الحكومه تتعاونوا مع توصلوا الصوت اكثر تتنبهوا للخطر اكثر؟ خليني معلي بس وضح شغلي. اليوم الحريق هي من الكوارث اللي بنقدر نتجنبها. اليوم الحريق منه مثل زلزال اما فيضان ما بنقدر نعرف اي ساعه بيصير. فبالتالي لانه 99% من الحريق هي صنع الانسان، ما في حنا حريق طبيعيه بتبلش لوحدها. وبدي اجي اركز شغلي معلي. اذا ما في عندنا حدا يطفي حريق يعني عم نحكي مثل ما قنينة الازاز حتى بس ما نحط على حق قنية الإزاز، مع أنه أنا مش مع أنه ينكب زبالة وين ما كان وكيف ما كان. أثبتت علميا أنه ما بتولع، ما بتبلش حريق لوحدها. دايما في إنسان عم بيولع، في مكب نفايات عم بيولع وعم بيولع. نعم، بس الإزازة والألومنيوم وغيره. يعني أنت بتدعي مبادرة فردية أنه يصير في حذر من كل مواطن يكون خفير على نفسه. طبيعي. اليوم بس بدي أوضح شغلة. في عنا الاستراتيجية الوطنية لإدارة خطر حرائق الغابات بلبنان، أقرها مجلس الوزراء سنة 2019. للأسف بعد ما صار في تطبيق الاستراتيجية سنة 2009 سنة 2009 يعني على عهد بقرار رقم 52 البيئة. لغاية اليوم للأسف ما صار في تطبيق الاستراتيجية. عنا قوانين بترعى موضوع الغابات وحريق الغابات. قانون الغابات من اقدم قوانين موجوده عندنا بالدوله يعني اللبنانيه. يعني دعوه لانه السلطه تقدر انه تمشي بهالخطط اللي الخطط والقوانين الاقل. نعم. انه يتطبق للقوانين. وبدي الفت النظر بجامعه البرلمان اطلقنا مؤخرا نظام بيتنبه من خطر الحريق لتسعة ايام لقدام بحسب عوامل التوبوغرافيه والغطاء الحرجي وعوامل التأس. بالتالي هذا نظام كمان نقدر نستفيد منه حتى نعرف هالخطر كيف نهلا لتسعة ايام وناخذ الخطوات الوقائيه. كيف يعني هذا النظام يعني هذا على كل غير انه تفيدوا الناس منه ضياع البلديه. هيدا حيلا بلديه بتقدر تفوت على الويب سايت تبع هذا النظام بتقدر تشوف الخطر ضمن نطاق البلدي لتسعة ايام لقدام. وبالتالي حسب هالخطر اذا كان مرتفع جدا اما متوسط تقدر تاخذ هالخطوات. دعوه لكل البلديات. لكل البلديه. انا بدي الفت نظر هذيك السنه 2016 كان النظام عاطي لضيعة بشمال لبنان قبعية اسمها خطر حريق مرتفع. للأسف ما صار في توصيل لهالمعلومة، ما صار في اتخاذ إجراءات، صار في حريق تقريبا. فيك تعطينا التايتل تبع الويب سايت اللي عندكم العنوان البريد. يعني هو بيقدر يوصل من خلال صفحة جامعة البلماند بيقدر يوصل لهذا النظام. فيسبوك جامعة البلماند. مش فيسبوك، ويب سايت تبع جامعة البلماند. نعم. اللي هو اسمه فاير لاب. نحن عملناه اشتغلنا عليه من 2012 لل 2016. نعم. اطلقناه بال 2016. هلا نظام شغال، مين ما كان بيقدر يفوت عليه، اي بلديه اي وزاره اي اداره بتقدر تستعمله حتى تكون جاهزه. اليوم الاهميه بمكافحه الحريق هي بالوقايه مثل ما قال معالي الوزير. ما فينا نوقف بوجه لهب نيران طوله 16 متر. نعم. ولا اي هليكوبتر. انا عم بحكي الموضوع الاستراتيجيه اللي كان عم نحكي فيها. اختصر لنا بعض الامور انه ليه من 2009 هلا هالقد اسباب سياسيه. هلا الاستراتيجيه برجع بقول لك الاستراتيجيه كمان بذات الوقت هي مثل ما قال الاستاذ بسام هي بتوزع المسؤوليات على الوزارات وعلى الادارات بهذا الموضوع. بس انا عم بحكي وكمان تشتغل على موضوع الوقايه. انا عم بحكي بموضوع الوقايه. اي واحد عم يسمعني اليوم هو طالع على جبال عجب لبنان بتلاقي حدا عنده ورشة جايب الكاميون بتلاقي هالوديان بتلاقي كيف هالردم كله مسدود بالوديان على الحراش. شوف الحرش كيف كله مقصوص هيك بالنص بالشو اسمه. انا بعتقد انه البلدية تتمنع واحد صاحب ورشة يزت كاميون بالشو اسمه لا بده لا موازنة ولا بده شيء. بتطلع على كل المناطق بتمشي مناطق الساحلية والجبلية لعلو 300 متر عن سطح البحر ما بتلاقي البلديات من ضمن واللي هي بلديات خلينا نقول جزء كبير منها عندها موازنات كبيره
من بلدية بيروت وانت طالع، لانه نعم. لانه في عندها مؤسسات كبيرة عندها بتجبي منها. احنا عملنا تجربة بال2010 بس بين قوسين نعم. نشوف بلشنا فيها، بتعرفي بنين تجبال نعم. مع الرئيس زياد حواط نعم. قدموا ارض، عملنا على مصرف لبنان، عملنا حديقة 18000 متر على الساحل اللبناني. لما نجينا عملنا هذه الحديقة قلنا ما نعملها نبلش نحط الشجر فيها عمره 15 و20 سنة، تنقول انه كان لازم تكون هذه من 20 سنة الحديقة موجودة. لازم كل البلديات على الساحل اللبناني اليوم دبي حاطة خطة انه تعمل غطاء حرشي معين بدبي لتقدر تنزل درجات الحرارة من وراء الغطاء الحرشي. كنت عم بقول للدكتور قبل الحلقة انه المشاكل البيئية هي مرض صامت مثل السكري طبعا، مثل الضغط، عم تأدي لتبدل مناخي يعني. المواطن أيضاً. المواطن نعم. ما بيحس فيها، لا أنا ولا هو ما بتحسي فيها بشكل مباشر كل يوم، لكن هي عم تأدي إلى مشاكل كبيرة على كل المستويات، خسائر اقتصادية، خسائر صحية، زيادة الأمراض، الأمراض المستعصية. فأنا عم بقوله الناس مطلوب منها، المعامل الملوثة مثلا عم نحكي ميزتها اللي موجودة بالقرى، وزارة البيئة اللي عندها 50 أو 60 موظف، عندك أكثر من 30,000 مؤسسة صناعية مصنفة بلبنان. ما فيك تطلبي من وزارة اليوم تقولي طلعك شوف لي على 30,000 مؤسسة. انعمل مرسوم تقييم الأثر البيئي لإنشاء المؤسسات الصناعية منيح، انعمل التدقيق البيئي، لكن كل بلدية بنطاقها الجغرافي في معمل عم بلوث، ما في صناعة، يعني على أمل نتوصل كل الصناعات ملوثة. ما هذا أنا أقوله، والبلديات نعم. عندها الصلاحيات بالقانون نعم. أي معمل موجود عندها بتقدر تطلب مساعدة ذات بيئة، تطلب مساعدة نعم. خبراء، تقدر تفرض على هذه المعامل بالقانون أنه هي تحسن وضع البيئي وإلا بتسكرها. إن شاء الله يسمع منك. بعد نقطة، وقت 2010 انشغل على قانون مدعي عام بيئي وقاضي تحقيق بيئي وضابطة بيئية، أقر هذا القانون تحت رقم 251 على 2014، نقطة كتير مهمة، عام 2014. هذا القانون بنص على إنشاء محامين عامين بيئيين مختصين، يعني مفروض يعني وزارة البيئة تدعم بسلطات إجرائية تنفيذية على الأرض. نطلب هلأ من وزير العدل، من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتعينات القضية، لأنه هذا القانون موجود، أنه يعينوا محامين عامين وقضاة تحقيق. من دل نطلب مختصين. كل حياتنا طلبات. لا هو مختصين، يعني محامي عام اليوم بالشمال مثلا عنده بيشتغل بالقتل وبالسر أو بالبيئة وكذا، يمكن ما يقدر يعطي، بس لما يكون محامي عام بس شغلته البيئة، وقاضي تحقيق بس شغلته البيئة. أنا بدي أشكرك معالي الوزير، كمان هون حبينا موضوع العقاب أنه نوصل لنتيجة، أنه المطالب مزمنة صارت من عهد وزير لوزير. كمان أنا بدي أشكرك دكتور. أنا بس كلمة. سنة 2016 صار عندنا 1800 هكتار من الغابات ولعت عندنا، نحن بعدنا تقريبا بأول موسم الحريق، فضروري يكون ناخذ خطوات جريئة. نحن من هالمنطلق كانت فقرتنا الليلة للتوعية، عم نضوي على كتير أمور كل أسبوع، تابعونا. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركونا بهيدي الحلقة. بنختم الحلقة مثل العادة بفقرة 90 ثانية، بنشوف سوا شو فيها، وتصبحوا على خير. صار 5 شهور هون بقرية مريم، لأنه بابا كان يضربنا ويضرب أمي، وأكثر من مرة حمل السكينة على ماما بده يذبحها، وخي كان يعيط إنه تعالوا ساعدونا، فسافر وما بقى بده يضلوا معنا، وصاحب الملك قال لها على ماما من البيت، لأنه ما بطل معها مصاري تدفع إيجار البيت، فماما قررت نقعد تحت الدرج، لو ما كان عندها حل تاني. هم مثل عائلتي كلهم، أخواتي، وكتير مبسوطة هون، عم يعطوني الحنان أكتر من ما كنت عم منضرب وعم بتعذب. أنا كتير مزعوجة، أنا ما بحبه لبي، لأنه بي خلص صاحب الملك يغتصبني. وقت اللي اعتدى علي صاحب الملك كان عمري 7 سنين، ما كنت أفهم شي. وقت رحت قلت لها للماما، هي حاولت تشك علي بس ما قدرت، ولا صار عمري 12 مش عم بقدر أنسى الشي اللي صار معي. فماما وقت رحت تشتكي عليه ما خليها، حمل علي السكينة وقالها للماما إذا ما بتجي بتجي بتلاقي بنتك مذبوحة بتنذبحي وراها. أنا كتير بكره اسمه، كتير بكره اسم كوكو. أنا بطلب من الـ MTV إنه يجوا ياخذوني أنا وماما أتشكي على صاحب الملك، لأنه هيك أنا بكون ارتحت وأخذت حقي.